بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير. إن شاء الله في الجزء الأول من هذه الحلقة النجم الكبير كابتن ماهر همام نجم مصر والنادي الأهلي السابق ضيفا على البيت الكبير. أما في الفقرة الثانية الثنائي المتألق أحمد مصطفى وبلال محسن وكلام هام جدا فيما يخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش. زي ما حضراتكم شفتوا منذ قليل انتهت مباراة النادي الأهلي الذي حقق فوزا هاما جدا وفوزا كبيرا على فريق كبير طلائع الجيش، فريق قدر ان يكسب او النادي الأهلي يكسب طلائع الجيش برباعية نظيفة في مباراة مؤجلة من الجولة ال 13 لبطولة الدوري الممتاز. رغم ضغوطات المباريات والغيابات العديدة، سواء غيابات فنية أو غيابات للإصابات أو غيابات لشد الودن، ولكن بالرغم من كل هذه الغيابات وبالرغم من ضغط المباريات الكبير، وبالمناسبة أنا كل يوم هقول إن أنا ما بشتكيش من ضغط مباريات، ولكن أنا بقول لحضراتكم حقيقة واقعة إيه اللي بيحصل مع النادي الأهلي خلال هذه الفترة زي ما اتكلمنا امبارح. وانا الحقيقه كنت سعيد جدا قبل بس ما اتكلم عن مباراه اليوم، انا سعيد جدا او سمعت ان الكابتن عصام عبد الفتاح طلع مع زميلنا الاعلامي في قناه النهار الاستاذ امير هشام وقال ان كل جمهور النادي الاهلي على دماغي وكل جمهور النادي الاهلي جمهور كبير ومحترم. انا بالنسبه لي كان يهمني ان انا اسمع هذه الجمله، كل الكلام العبثي الباقي اللي اتقال ما يفرقش معايا. وبالمناسبة أنا لما كنت طالع أتكلم ما كنتش بدافع عن حد، أنا كنت بتكلم عن حاجة واحدة فقط، إنه ما ينفعش تتكلم عن النادي الأهلي وجمهوره بهذا الشكل. أدي الموضوع اللي أنا كنت عايز أتكلم فيه، ولكن أنا ما يفرقش معايا كلاتنبرج من بريرا، من عصام عبد الفتاح كباتن طبعا كبار، من كابتن جمال الغندور، من كابتن عصام عبد الفتاح، من كابتن سمير عثمان، كلهم اخواتي وكلهم اصدقائي وكلهم اصدقائنا كلنا. ولكن دائما ما يكون عندنا قد يكون هناك اختلافات فنيه بيننا وبينهم في امور كثيره جدا. بالمناسبه ممكن جدا كابتن سمير عثمان بره رئاسه لجنه الحكام بكلمه اقول له يا كابتن سمير الكلمه اللي انت قلتها النهارده او القرار اللي انت قلته النهارده بناء على ايه، ونقعد نتناقش ونتكلم في هذا الامر، ده طبيعي جدا. كابتن عصام عبد الفتاح نفس الكلام، كابتن جمال الغندور نفس الكلام، كلهم اساتذتنا وكل حاجه، ولكن نختلف وبشده فيما قيل من الكابتن عصام عبد الفتاح. ولكن بما انه قال ان جمهور النادي الاهلي جمهور محترم وعلى دماغي من فوق، هو ده اللي يهمني، لان بالفعل جمهور النادي الاهلي هو افضل جمهور في الكون واحسن جمهور في الكون. الكلام اللي قبل هذه الكلمه واللي بعد هذه الكلمه ما يفرقش معايا خالص. الحاجه الوحيده اللي تفرق معايا هي زي ما قلت لحضراتكم ان يطلع كابتن عصام عبد الفتاح ويبدي اعتذاره او احترامه لجمهور النادي الأهلي على ما قيل في الفترة السابقة. خلينا نروح بقى للمباراة النهاردة وناخد رأي واحد من الكبار، واحد من المديرين الفنيين الكبار اللي لهم رأي ورؤى كبيرة جدا وكثيرة جدا، النجم الكبير كابتن مختار مختار. ازيك يا كابتن مختار، حضرتك وحشنا جدا. الله يخليك يا استاذ، ربنا يبارك فيك. اخبار حضرتك يا كابتن، كله تمام؟ والله طيب يا استاذ، سعداء جدا ان احنا بنسمع صوت حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبي، جزاك الله كل خير. ربنا يبارك في حضرتك كابتن. كابتن النهارده النادي الاهلي بيفوز برباعيه وسط سيطره تامه على مجريات المباراه، لو حضرتك تقول لنا رايك في مباراه اليوم. والله الحمد لله، انا شايف ان مباراه اليوم من افضل مباريات النادي الاهلي في المباريات اللي فاتت دي كلها. اوكي. النهارده كل حاجه حلوه قوي، مكسب اكيد، مكسب كبير جدا جدا. اداء النهارده يعني من افضل الماتشات اللي انا شفتها الفتره اللي فاتت دي للنادي الاهلي، تحركات، رؤيه جماعيه، حاجات كتيره قوي ما شاء الله النهارده، يعني في اعلى مستوياتها يعني وهو ده اللي الواحد يتمنى ان النادي الاهلي يكون فيه دايما، واني لما نكسب بالحلاوه دي، يعني اكسب والناس طالعه. اكيد الناس النهارده انبسطت بشكل كبير جدا، لان زي ما بقول لك اداء في حلاوه في الكوره، يعني الواحد انا النهارده مبسوط جدا 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 للاداء، والمكسب كبير بس اكثر من المكسب الاداء.
كابتن مختار، ايه اللي حصل ما بين مباراه فاركو والنهارده؟ والله اكيد برضو يعني الاستعداد النهارده كان واضح ان هو الامور متاخده بجديه عاليه جدا جدا، واكيد ان فرقه الجيش فرقه كويسه جدا، معمول حسابها بشكل كويس قوي. واضح ان احنا شفناهم الماتشات اللي فاتت دي، وهم طبعا برضه في الماتشات اللي فاتت دي برضه في اقل ماتشاتهم، وبالتالي صح. وبالتالي يعني اكيد ان ديت يعني واخدين فيها جديه جدا، ما ينفعش بقى ان هم يفوقوا علينا، وده امر كان واضح جدا جدا في ادائنا، ان احنا من اول المباراه لاخر المباراه واحنا واخدين الامور بجديه. بنجيب جون حريصين جدا على الجون الثاني، بتجيب جون حريصين على الجون الثالث، وهو ده اللي مخلي الماتش بالشكل الحلو ده، اداء هايل جدا جدا، حرص على ان انت تزود السكور بتاعك. عشان كده احنا يعني من اول المباراه جايبين الجون الرابع في اخر المباراه، وده امر اكيد ان هي ده اللي يعني سمه هايله جدا، ان الفرقه النادي الاهلي واخده الامور بجديه من اول دقيقه لاخر دقيقه، كسبانين 3-0 وحريصين جدا على ان احنا نجيب الرابع والخامس. عشان كده شايف ان هي من افضل الماتشات اللي اتعملت في الفتره الاخرانيه. هل الاجازه اللي هي مش اجازه ولكن اعتذار نادي الزمالك وانسحابه في مباراته الاخيره اللي هي كانت يوم الثلاث، هل ده اثر بشكل ايجابي، عدم لعب النادي الاهلي لهذه المباراه اثر بشكل ايجابي على مباراه اليوم؟ بص يا اسلام، اكيد يعني المجموعه اللي عندنا احنا النهارده في مجموعه كبيره قاعده بره ممكن تكون احسن من اللي جوه. صحيح. وده امر يعني هي دي فكره البطوله. ان انت مهما يغيب عندك حد اللي موجودين بيقوموا بالواجب ويقوموا بالواجب بافضل مما يكون يعني. وهو ده اللي حصل النهارده. يعني لما تبص يعني لما تيجي الكاميرا على الدكه اللي قاعده بره، ايه ده؟ يقول دول قاعدين ازاي؟ اللهم اللي بيلعبوا دولك واللي وصلونا ان احنا نكسب الماتش دوت، واللي النهارده امتعونا في الكوره، يعني مكسب هايل، مع ان انت كمان مبسوط جدا من الاداء، مع ان انت عندك مجموعه كبيره بره، هي ده السبب. هو ده يعني لما يكون تيم عندك متواجد فيه هذه العناصر وبالكثره ديت، اكيد ان هو دوت يبقى السبب اكثر بكثير جدا من ان انا ممكن يكون لو ماتش الزمالك اتلعب ممكن تكون المجموعه اللي بره دي اكثر هي اللي تلعب. فبالتالي يعني ما عنديش مشكله في الناس اللي قاعده ولما يجي يلعبوا الماتش ده اجي اريح جزء كبير جدا منهم الماتش اللي جاي وادخل المجموعه الثانيه، فاكيد ان دي حاجه من الحاجات الايجابيه كبيره جدا لفرقه كبيره، اكيد ان هي تبقى عندها يعني عندها الاسباب اللي هي تقدر بيها تكسب واللي هي تادي بيها بشكل كويس. كابتن مختار، التطور الكبير اللي شايفينه في مستوى طاهر محمد طاهر، في مستوى كريم فؤاد، الاثنين دول تحديدا لانهم في بعض الاوقات بينالهم بعض النقد لما بيكونوا وحشين، لانه احنا كلنا لعيبه كره وعارفين مثل هذه الامور، لما بتبقى وحش بينال منك النقاد والجمهور وكل حاجه، ولكن لما بتبقى كويس لازم نقول ان طاهر محمد طاهر النهارده كان كويس، ولازم نقول ان كريم فؤاد بيتطور. دي وجهه نظري، معرفش وجهه نظر حضرتك ايه. اكيد اكيد يا استاذ، كل اللعيبه حرصة على ان هي تبدي افضل ما عندها. يعني اكيد لما الماتش يبقى مش كويس واللعيبه بتادي فيه وحش قوي، اكيد ان هي بتلاقي دوت في الشارع. صح. يعني وهي ماشيه وهي مروحه وبتاع بتشوف كلام الناس وبتشوف نظرات الناس، على طول المنظور بيبان على وجوه الناس وعلى يعني الناس بتقابلك ازاي وبتكلمك ازاي وبتستقبلك ازاي. صحيح. اكيد ان الامر دوت اكيد اللعيبه يعني طبعا يعني احنا كنا موجودين في الملعب ولما بنشوف الكلام دوت بنبقى حريصين عليه جدا، بتأدي اداء وحش اكيد ان انت ديت بتاثر معاك بشكل كبير جدا جدا، وبالتالي انت بتحاول تطلع افضل ما عندك عشان يعني تقدر تتعايش مش مع الجمهور عشان تقدر تكمل، لان الاداء بيخليك تبقى دايما متواجد في الملعب. الاداء مع النتيجه اكيد ان هي يعني من الاسباب اللي بتخليك متواجد في الملعب، فكل اللعيبه النهارده في مجموعه قاعده وفي مجموعه بتلعب، انا حريص ان انا اطلع افضل ما عندي عشان ابقى متواجد دائما وابدا، حتى لو المدرب ريحني شويه للظروف اللي كلنا يعني عارفينها دي، انما هو حريص عليا ان بس يريحني
عشان الماتش اللي جاي ابقى يعني في احسن حالاتي، وان انا ادي بشكل الاداء اللي انا باديه دوت. وهو دوت ان احنا التنافس الهائل اللي هم بين اللعيبه اللي بيخلي ان اي حد ينزل الملعب يطلع افضل ما عنده، ويبقى حريص قوي على هذا الامر من كل الوجوه. من نمره واحد ان هو يبقى متواجد دايما في الفرقه، نمره اثنين انا بمشي بين جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي حريص على نمره واحد المكسب، حريص على نمره اثنين ان ادائي يبقى في افضل حالاته، وهو ده اللي بيخلي الواحد يطلع افضل ما عنده. كابتن مختار، من المرات القليله اللي مستر كولر بيعمل فيها تغيير بدري، دي 64. اربع تغييرات في وقت مهم جدا زي ما حضرتك قلت، لانه المجموعه اللي بره يمكن يعني لو لعبوا ماتش، لو كان ماتش الزمالك اتلعب كانوا لعبوه. نعم. فاعتقد ان ده يعني من المرات القليله جدا اللي بيعمل فيها كده كولر. والله دي يعني برضه ملحوظه، يعني احنا يعني دايما بنشوف في مدربنا ان هو دايما يتاخر في التغيير. وده اكيد ان هو ليه يعني نظره، بس احنا كمان يعني اكيد ان الجمهور دايما يعني ايه عايشين معاه وعارفين الكلام دوت، ودايما برضه بنبقى نحس بان في وقت من الاوقات محتاجين ان احنا نغير بدل شويه، لان ساعات في اوقات كثيره جدا التغيير ينزل يقلب لك الدنيا. وما اكثر الماتشات اللي حصل فيها النادي الاهلي مش بالشكل ده، والماتش اللي فات هو مين اللي كسبك؟ هو التغيير، لما انا عملت تغيير والناس نزلت، حتى اللي نزلوا هم اللي جابوا الاهداف. صح. فده امر يعني اكيد ان هو حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لاي مدرب، وانه يعني الاستراتيجيه اللي هو شغال بيها ساعات ممكن يختلف فيها معاه، لكن ساعات هو طبعا هو اللي عايش مع العيله، هو اللي حاسس بيها، وهو اللي قصده في الكلام دوت. واحنا دايما بيبقى لينا رد فعل، لكن اكيد ان المعايشه مع اللعيبه بتخلي الواحد برضه ياخد القرار الاصوب في الوقت المناسب ليه. صحيح. ودوت يعني اكيد ان احنا يعني الكوره ما فيش حد فينا ما بيتكلمش فيها، وما فيش حد فينا مش عارفها، وما شاء الله كلنا في حته نقد الكوره ما شاء الله عندنا اساتذه. صحيح. فاكيد ان الكلام دوت يعني احنا دايما بنتكلم فيه وبنحسه، ولما المدرب يبقى عنده الحسيه دي واحنا كمان نحس ان هو عمل التغيير في الوقت المناسب، اكيد ان دي كمان من الحاجات الكبيره اللي بتعلي برضه في نظرنا المدرب، وبتخليه له قيمه عندنا كبيره. يعني المباراه اللي جايه هتبقى بالنسبه لمارسيل كولر، بالنسبه لنا كلنا طبعا مباراه مهمه وكل حاجه، ولكن مارسيل كولر المباراه اللي جايه هو حط نفسه في ورطه، لانه وجهه نظر يعني، لان كل اللعيبه دلوقتي زي ما حضرتك قلت متالقين، سواء اللي قاعدين بره او اللي بيلعبوا، وبالتالي هي ورطه حلوه للمدرب. يعني حضرتك طبعا ادرى بالكلام ده مني مليون مره. فبالنسبه هيعمل ايه الماتش اللي جاي من وجهه نظرك؟ لا شوف، هو يعني حته التدوير دي في بعض اللعيبه لازم اعملها عشان اخلي في استمراريه، مهما يكون في لعيبه النهارده قد بشكل كويس قوي، لازم مهم جدا ان انا اريح بعض منهم، وادخل كمان بعض من الناس اللي قاعده اللي بره اللي هم كمان في حاله كمان كويسه جدا جدا. صحيح. ولما ينزلوا مش هيبقوا اقل من الناس اللي موجوده، وفي الوقت نفسه اكيد ان دي كمان بتدينا انا باور عالي جدا جدا، بتخلي اللعيبه تطلع امر ما عندها عشان يسخنوا مع بعض. صح. طبعا، وده امر اكيد ان يعني انا هقولها لك برضه بصراحه، حظ اي مدرب اللي يجي يشتغل في فرقه زي فرقه النادي الاهلي، لان هيبقى عنده مجموعه من اللعيبه يقدر يتعامل معاهم بشكل هايل جدا، وباستراتيجيه هو كمان يطلع افضل ما عند كل واحد في الوقت المناسب. صحيح. بالشكل ان هو يقدر يعمل فيها التدويره اللي هي تساعده ان هم اي لعيب ينزل يطلع افضل ما عنده، وده امر طبعا يعني امر ايجابي بالنسبه لاي لعيب في اي فرقه انه يبقى عنده المجموعه اللي موجوده دي. الأقرب إن هو يعمل تغيرات في المباراة القادمة، أصل المباراة القادمة دي إحنا بنتكلم فيها كمان يومين أو ثلاث أيام يعني. طبعًا لازم يا إسلام، لازم يعمل. وهو دوت اللي إحنا بننتظر منه، إن هو يبقى الوقت المناسب يعمل لنا في التغيير المناسب اللي هو يكسبنا بيه، واللي يحس إن إحنا فعلًا الراجل متعايش بشكل إيجابي مع اللعيبة، وبيطلع منهم أفضل ما عندهم. كابتن مختار شرفتنا ونورتنا، وانا الحقيقه مش انا لوحدي، كل جمهور النادي الاهلي بيبقى سعيد جدا لما بيسمع صوت حضرتك.
شكرا جزيلا على وجودك معنا النجم الكبير كابتن مختار مختار، نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخبنا الوطني السابق او نجم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق. النادي الاهلي النهارده بيصل للمباراه رقم 10، فوز متتالي. هل النادي الاهلي هيكمل؟ انا الحقيقه يعني ما بحبش اتكلم في مثل هذه الامور، عارفين ليه؟ لانه قد تحسب للنادي الاهلي ان هو يبقى يوصل لل 11 وال 12 وده اللي احنا بنتمناه. ولكن في كرة القدم وجهة نظري ان مثل هذه الارقام ينظر ليها اخر السنة، ما ينظرش ليها دلوقتي. ليه؟ انا عندي مباراة يوم الخميس. مباراة يوم الخميس دي بالنسبة لنا دلوقتي بعد مباراة طلائع الجيش هي الاهم. مش هفكر في ماتش طلائع الجيش، هنقعد نتكلم وفني ونقول اصل طاهر كويس وكريم كويس ووسام جاب جون عالمي ومش عارف عبد المنعم عمل ايه والشناوي صد ضرب الجزاء وده كذا، كل ده كلام حلو، ولكن اصبح في الماضي زي ما احنا دايما متعودين وزي ما بنتكلم مع حضراتكم. الاهم الناس تقعد تقول ايه؟ انتوا ما بتعرفوش النادي الاهلي ما بيعرفش يفرح، مش ما بنعرفش نفرح يا جماعه. احنا بنفرح على قد الحدث. كسبت 3 نقاط فريق كبير زي طلائع الجيش عنده مدير فني رائع، واحد من افضل وجهه نظري واحد من افضل المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر خلال هذه الفتره كابتن عبد الحميد بسيوني، يمكن بيقابله حظ سيء الفتره الاخيره، ولكن كسبت طلائع الجيش 4 باداء زي ما كابتن مختار قال اداء كبير جدا واداء عالمي، ولكن انتهى الموضوع، فرحت الساعتين. يعني أنا بعد المباراة ألف مبروك يا رجالة وحضرنا بعض مبروك يلا عايزين نشوف هنحضر، ما كنت قاعد مع الأستاذ محمود سعيد هنحضر لإيه الماتش اللي جاي؟ هنفرح ونتبسط ونقول مبروك والكلام الحلو واللطيف ده، ولكن أنا عندي ماتش يوم الخميس، لو لا قدر الله لا قدر الله حصل فيه حاجة ما هنسى اللي حصل النهاردة، هنسى اللي حصل النهاردة. معلش الناس بس تعتبرني إن أنا إيه، أنا بحب أفرح بس بحب أفرح في الآخر. من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. أديكوا شايفين اللي بيحصل، أديكوا شايفين كيفية الضغط على النادي الأهلي بكل الطرق بكل الطرق. في حاجات مش هعرف أتكلم فيها أو مش عايز أتكلم فيها لأنه ما تخصنيش أو مش حاجة ما تخصش النادي الأهلي، ولكن هي ضغط على النادي الأهلي، وشايفين الأخطاء التحكيمية اللي بتحصل للمنافسين وبتحصل في بعض المباريات الأخرى. فأخطاء تحكيمية بتحصل في للمنافسين، أخطاء تحكيمية واضحة بتحصل وبيستفاد منها من كل الفرق، وفي نفس الوقت يعني ضغوط كبيرة أخرى خارج بقى على السوشيال ميديا وعلى الكلام ده كله، ولكن رجالة النادي. عشان كده أنا هذا الجيل من اللاعبين بعتبره جيل كبير جدا وجيل يستحق إن احنا بجد والله يستحق إن احنا نقف معاه وقفة كبيرة جدا جدا جدا، لأن هذا الجيل من اللاعبين عامل إنجازات كبيرة جدا ورائعة جدا والله يا جماعة. صدقوني يعني وأنا مش بقول الكلام ده عشان الأهلي ولا حاجة، ولكن اللي بيعمله هذا الجيل من اللاعبين في النادي الأهلي صعب جدا جدا جدا. 12 لعيب او 13 لعيب بيلعبوا في منتخب مصر والمنتخبات سواء مالي يعني او تونس او ان شاء الله لما يرجع بالسلامه علي معلول تبقى تونس وجنوب افريقيا. ادي عندك 15 16 لعيب موجودين مع المنتخبات الوطنيه. خلاص؟ لعيبه بقى لها ثلاث سنوات مش هقول اقل، 3 سنوات ما عرفوش يستريحوا. بلاش 3 سنوات، لعيبة بقالها 6 شهور ما بتاخدش يومين ورا بعض راحة. هذا الجيل من اللاعبين يستحق المساندة ودعم كل جماهير النادي الأهلي زي ما حضراتكم بتعملوا، وبالمناسبة اللي بيعمله جمهور النادي الأهلي ده إعجاز، إعجاز وإنجاز إن أنت تقف مع فريقك في كل المباريات وفي كل الدوريات اللي بتتلعب أو في كل البطولات اللي بتتلعب، لأنه صعب جدا جدا اللي بيحصل ده. مارسيل كولر شوفوا قال له ايه؟ قال لك يا جماعه والله اللعيبه دي بشر وليسوا الات، نفس الكلام اللي انا كنت بقوله من شهر ولا من اسبوعين 3. اللعيبه دي بشر يا جماعه.
عنده مشاكل، اللي عايز يشوف ابنه يقعد معاه، اللي عايز يشوف بنته يلعب معاها، اللي عايز يشوف مراته، اللي عايز يشوف والده، اللي عايز يشوف والدته، اخواته. فلازم نقف مع هؤلاء اللاعبين، ولازم نقف مع الراجل ده، لانه الراجل ده اللي النهارده بالمناسبه كان سعيد جدا بالاداء والنتيجه اللي حققها النادي الاهلي امام طلائع الجيش، لانه اهم حاجه بالنسبه له هو تنفيذ التعليمات الفنيه المطلوبه، سواء في الشوط الاول لما سجل النادي الاهلي 3 اهداف ويواصل النادي الاهلي الاداء بنفس القوه خلال الشوط الثاني. فالراجل ده ايضا يستحق مننا كل تحيه وكل تقدير، على الرغم قد يكون هناك اختلافات او خلافات في وجهات النظر، ولكنها في النهايه انا الراجل ده بيكسبني كل حاجه وبيعمل لي كل اللي انا عايزه كمشجع، يعني مش كاسلام، كمشجع. هذا الرجل او هذا المدير الفني واحد من المديرين الفنيين الكبار، واللي وجهه نظري اللي هيسطر اسمه باحرف من ذهب في تاريخ النادي الاهلي اللي حضراتكم عارفينه. اذا كنت بتتكلم عن هيديكوتي، اذا كنت بتتكلم عن موسيماني، اذا كنت بتتكلم عن فايلر، اذا كنت بتتكلم عن الاسطوره مانويل جوزيه، اعتقد ان هذا الرجل هيسطر اسمه. عمل ايه؟ بيعمل كل حاجه كويسه. وبالمناسبه كره القدم هي ارساء لمبدا العداله. الله يديله الصحة كابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط. كابتن محسن مرة قال لي كده، قال لي يا إسلام كرة القدم فيها ظلم، كرة القدم فيها ظلم، ولكن الظلم فيها يجب أن يكون ظلم عادل، عشان كده الفرقة بتكسب. قد يكون من وجهة نظر الرجل هذا الرجل أن هناك البعض يستحق قرصة ودن، يستحق حاجة كده، يستحق. هو حر، هو يختار ما يريد ويفعل ما يريده، هو اللي ماسك العجلة، هو اللي بيتحاسب. بالمناسبة هو لو لا قدر الله كان حصل حاجة في ماتش النهاردة، أو حصل حاجة لا قدر الله في ماتش الجاي، هو اللي هيتحاسب. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم المدير الفني له دائما الأولوية في كل شيء. المدير الفني النهاردة مارسيل كورة لما اتسأل قال لك، هو قال انا عملت تغييرات مبكره لاراحه بعض اللاعبين بسبب ضغط المباريات، ده طبيعي جدا وده احنا شايفينه خلال الفتره اللي فاتت، واشاد بمستوى طاهر محمد طاهر. ويا جماعه ما حدش يزعل مني بعد اذنكم، ما حدش يزعل مني. طاهر محمد طاهر واحد من نجوم النادي الاهلي. من حق حضرتك ومن حقنا كلنا ان احنا ننتقد من لا يؤدي. طاهر ما كانتش الكرة ماشية معاه، ولكن دايما بيموت نفسه، دايما بيجري، دايما عايز ياخد الكرة من هنا، وعايز ياخد الكرة من هنا، وعايز ياخد الكرة من هنا. النهارده واحد من أفضل اللاعبين إن لم يكن أفضل لاعب. طاهر محمد طاهر، المباريات السابقة بالمناسبة كان بيؤدي بشكل جيد، كان يعني بيبذل مجهود كويس جدا، ولكن الكرة ما كانتش ماشية. لما الكرة مشيت المستوى بتاع طاهر رجع مرة تانية، مستوى رائع وجيد. ومن فضلكم أنا قلت قبل المباريات دي، قبل ما سلسلة المباريات دي تبدأ، قلت لكم يا جماعة من فضلكم لكل جمهور النادي الأهلي، عايزين نقف مع لاعبتنا، عايزين نقف في ظهرهم، اللي وحش فيه، اللي وحش في هؤلاء اللاعبين نقف في ظهره أكتر. طاهر ضيع ضرب جزاء، الحمد لله كسبانين 3، يعني شطها بشكل بتحصل عادي، ايه اللي حصل؟ كسبانين 3 وهو عامل مباراه جيده، طبعا انا واحد من الناس كان نفسي ان طاهر يجيب الجون ضربه الجزاء، ولكن خلاص ما حصلش حاجه يعني. ان شاء الله يجيبها لنا المباراه اللي جايه او اللي بعدها او اللي بعدها كيفما يرتاى لكره ان هو يلعب. واحد من افضل اللاعبين في هذه المباراه كولر اللي قال الكلام ده بالمناسبه، وقال ان الفريق بياخد مباراه كل 48 ساعه. من ضمن الحاجات اللي اتعملت والله العظيم برضو الواحد انا اسف ما حدش يزعل مني. عايزين يا جماعه لما حد يتكلم ويسال في المؤتمر الصحفي
كلهم اصدقاء وكلهم على دماغنا واخواتنا الصحفيين على دماغنا، ولكن يعني ايه بتسأل المدير الفني؟ هو احد الصحفيين سأل المدير الفني: يا مستر كولر، هل انتوا بتتمرنوا على الكرات الثابته؟ فقال له: اه احنا جبنا جونين من كورتين ثابتتين فبنتمرن عليه. قال له: يعني سأله سؤال لوحده تاني، يعني انتوا بتتمرنوا على الكرات الثابته؟ هل ده سؤال؟ انا اسف جدا، ولكن هل ده سؤال؟ يعني حتى لو ما بيتمرنش هيقول لك بتمرن، هل هو سؤال منطقي يعني؟ ما تزعلش مني، وانا ما اعرفش والله مين اللي قال السؤال ده، ولكن حتى الراجل اللي رد عليه قال له: طب خلاص ما بنتمرنش. واضحه اللعبه دي ما تتعملش كده. هات لي الهدف الاول لو سمحت يا بيرجو. اللعبه بتاعت الهدف الاول دي مش يلا بينا يا رجاله نعمل لعبه وتتعمل. اللعبه اللي امام حضراتكم دي، بيتم الاتفاق عليها ليه؟ هاتها لي من اولها يا بيرجو لو سمحت. لانه الكرات اللي زي دي، الالعاب اللي زي دي، في اربعه خمسه واقفين وواحد دخل لجوه لو تاخد بالك، واللي وسام وهو جاي داخل وعارف ان هو هيعمل. اللعيبه كلها داخله لجوه وسايبه وسام جاي من ورا. فدي لعبه متفق عليها. لو حضرتك مش واخد بالك، لو حضرتك ما خدتش بالك ان في الكورنرز بيتعمل تكتيك او تكتيك معين، يبقى في حاجه انت مش واخد بالك منها، لازم تاخد بالك. كامل احترامنا لاخواتنا ولاصدقائنا، والله وعلى دماغي، لكن انا اتمنى ان الاسئله تكون في مضمون المباراه اكتر من كده، يعني ايه واضحه يعني. وانا وحضرتك قاعد بتتفرج على المباراه، اهلاوي اهو، حد اهلاوي وقاعد بتتفرج على المباراه، هل شايف ان الكره الثابته دي اللعيبه ما اتمرنتش عليها مثلا يعني جايبينها من دماغهم؟ يلا وسام وحسين يلا يا جماعه ونعمل كذا معلش يا جماعه ناخد بالنا من اسئلتنا بعد اذنكم، لانه مثل هذه الامور بتؤثر. مدرب عامل شغل في يومين، وهم مش في يومين، بالاحرى في وقت طويل جدا، ولكن بيعيد عليها يقول لهم: يا جماعه عايزين نعمل الالعاب دي او الكرات الثابته دي في الماتش اللي جاي، لان الماتش اللي جاي هيبقى مقفول، فلازم نعمل نكسب من خلال اللعبه الثابته. وهيغير اللعبه الثابته الماتش اللي بعده، ما هي كده لغايه لما الناس تنسى دي ويجي يعملوها تاني. في مباريات بتكسب، يعني لو المباراه دي كانت انتهت 1-0 بالهدف الاول، كانت انتهت بالهدف الاول وخلاص. فمعلش يعني لازم نتكلم في كل هذه الامور. الواحد النهارده مبسوط وسعيد باداء النادي الاهلي، وقد ايه احنا بنبقى مبسوطين دايما لما بنبقى شايفين اداء فريقنا بهذا الشكل الرائع، زي ما الكابتن مختار كان بيتكلم منذ قليل. هو ده الاهم، ان انا اكسب واجيب اهداف، امتع جمهوري والعب بهذه الطريقه الرائعه. فانا بس حبيت ان انا النهارده اتكلم، وبالمناسبه الفقرتين اللي هنتكلم فيهم هيبقوا عندنا سواء مع كابتن ماهر همام او مع احمد وبلال، هنتكلم فيهم عن المباراة اللي طالعه الجيش امبارح. زي ما قلت لحضراتكم اتكلمت عن ملف التحكيم، واتكلمت عن كابتن عصام عبد الفتاح، واتكلمت عن الاخطاء التحكيميه في لجنه بيريرا. النهارده شفنا قرارات من اتحاد كره القدم ولجنه الحكام في اعاده هيكله في لجنه الحكام. عرفنا ان في ناس هتمشي وناس بترجع. بعيدا عن الاسماء، انا بس عندي سؤال، ويا رب يطلع مسؤول يوضح: هي الناس اللي بتمشي دي بتمشي ليه؟ والناس اللي بترجع وهي كانت موجوده في اللجان السابقه ولم تقدم اي شيء، بترجع ليه؟ نفسي حد يجاوبني على السؤال ده. السؤال الثاني، يعني ايه اعاده هيكله؟ اول لما يتقال جمله فيها اعاده هيكله بتعرف ان هي مسكنات. هل في خطه؟ لو في خطه فعلا حد يطلع يشرح لنا الخطه.
هل من الممكن ان احنا نرى لجنه تحكيم باداء مختلف الفتره اللي جايه؟ طيب اذا كان هناك اعاده تشكيل للجنه الان، اذا كان هناك اعاده هيكله، هل ممكن حد يقول لي اللي بيعيد الهيكله ده معناها انه رئيس لجنه الحكام مكمل؟ هل رئيس لجنه الحكام مكمل بعد ما دكتور ايهاب الكومي، انا سمعته بنفسي مع اعتقد مع سيف او مع كابتن مع كابتن سيف زاهر او كابتن شوبير، قال ان هو البريرا مشي بنسبه كبيره. فانا عندي بعض التناقضات اللي انا مش فاهمها يا جماعه. بعد اجتماع مطول مع بريرا، اتحاد كره القدم يتخذ قرارا باعاده هيكله لجنه الحكام. حد بس نفسي انا حد يطلع يفهمني ويقول لي يا اسلام والله احنا هنعيد الهيكله خلال الفتره القادمه، وبالتالي هيحصل 1 2 3، الخطه اللي هنمشي عليها هي خطه 1 2 3. حد يطلع يقول لنا يا جماعه. ما اعرفش ليه بيبقوا متحفظين في الكلام، يعني ناس محترمه سواء كابتن محمد فاروق حتى بريرا نفسه لو ساعات بتوصل له وبيرد عليك. فما اعرفش الحقيقه، اتمنى ان حد يرد علينا. اخر حاجه عايز اتكلم عنها، انا بتكلم داخل قناه النادي الاهلي بالمناسبه. احمد مصطفى زيزو نجم نادي الزمالك، امبارح شفت له فيديوهات ولقاء مع، ما لحقتش اللقاء كله يعني، ولكن شفت له فيديوهات مع ابراهيم كابتن ابراهيم فايق. احمد مصطفى زيزو مثال للاعب المحترم، نجم كبير في نادي الزمالك ومثال للاعب المحترم. ليه انا بقول هذا الكلام؟ لانه في لعيبه في انديه جماهيريه وكبيره بيطلع يسخن الناس على بعض وبتاع وفي الاخر من وجهه نظري ان هو ما بيدورش على الترند. لانه انا سمعت له فيديو وهو بيتكلم بيقول لك ايه المشكله لما جمهور الاهلي يحبني وجمهور الزمالك يحبني. فعلا زي ما انت مثلا بتلاقي لما تيجي تتكلم عن كابتن خطيب مثلا بتلاقي ان جمهور الاهلي بيحبه وجمهور الزمالك بيحبه، لما تيجي تتكلم عن كابتن حسن شحاته تلاقي جمهور الاهلي بيحبه وجمهور الزمالك. على فكره هي دي الامثله الرائعه اللي يجب ان احنا ننظر ليها خلال هذه الفتره اذا كان هناك تقارب واحترام. خلينا نتكلم عن الاحترام المتبادل، فننظر لهذه الامثله الجيده المحترمه اللي بتظهر لينا. لما تطلع الاهلي المنافس الاول والكبير وهو وهو كبير القاره وكبير مصر وكل حاجه، ولكن لما تطلع تتكلم عن النادي الاهلي اتكلم باحترام، وهو ده اللي انا شفته من زيزو الحقيقه. على عكس يعني عندما سئل عن مباراه الاهلي قال انه الاهلي فريق كبير واحسن فريق في افريقيا وبيفوز بدوري ابطال افريقيا واللعب قدام جمهوره حاجه بتسعد زيزو. هو ده الكلام المحترم. لما كهربا اتسال في هذا الكلام قال نفس الشكل على جمهور الزمالك، لما قفشه اتسال قال نفس الكلام. لما هو ده هي دي الامثله المحترمه والرائعه اللي لازم تتحط قدامنا علشان الاجيال اللي طالعه تتعلم انه المنافسه جوه الملعب. انا عايز اكسب الزمالك 10 10 اتمنى، واكسب 5 و6 وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت الاحترام للجمهور والاحترام ما بين اللاعبين. لانه لما جه مثلا زيزو يتكلم عن محمد الشناوي شوفوا اتكلم ازاي، قال لك فعلا كابتن وفعلا قائد وفعلا وبنتكلم كل 2 3 مع بعض. هذه هي الروح اللي يعني ايام ما انا كنت بلعب، وانا اسف ان انا بقول هذا، ايام ما الجيل اللي كان بيلعب انا حضرت، كان معظم لعيبه نادي الزمالك اصدقاء، سواء حازم امام، مدحت، معتم، كل الناس كانوا اصدقائنا وقريبين مني جدا ومن غيري. هذه هي الحياه. ولكن جوه الملعب كنا دايما ندي نكسب الزمالك على طول في الوقت ده. عشان كده خد بال حضرتك، والكلام ده انا بقوله لزيزو، هتلاقي جمهور الاهلي بيقدر زيزو وبيحترمه. جمهور الاهلي بيقدر، مع عمرك شفت حد من جمهور النادي الاهلي بيقول لك كلمه وحشه على محمد عبد الشافي؟ محمد عبد الشافي ده
واحد من الأمثلة المحترمة والكبيرة جدا، ولكن في ناس تانية للأسف الشديد نفرح ونتبسط مع جمهورنا، ولكن في النهاية الاحترام المتبادل. معلش ما حدش يقول لي ما تبقاش مثالي، لا مش مثالي ولا حاجة، ولكن هذه هي الحق، والله هي دي الحقيقة. اللي كان بيحصل قبل كده مش هو ده الصح، ولكن هو ده الصح، ان انا اطلع اتكلم على الانديه الكبيره بشكل محترم، ولكن لو عندي قضيه او عندي موضوع لا افتحه وافتحه من اوله لاخره واقف فيه بكل قوه. وجهه نظري، ودايما احب، وخلي بالكو ده اللي بيتقال لي، يعني انا كل تقريبا جمهور النادي الاهلي ناس كتيره جدا بتكلمني في التليفون وانا برد على كل التليفونات الحقيقه، بيقولوا لي هذا الكلام. ناس منكم من حضراتكم كلموني، ومن اللي قاعدين بيتفرجوا كلموني وقالوا لي ليه بقول كده، لان هم قالوا لي احنا بنتفرج يعني. فمن اللي قاعدين بيتفرجوا قالوا لي ان هم سعداء بهذه الروح المحترمه اللي بتاثر. اللي كان بيكلمني راجل كبير قال لي في احفادي لما بيتفرجوا بيشوفوا بيقولوا كلهم اهلاويه وبيحبوا الاهلي جدا، ولكن بدون تعصب كلنا بنحب النادي الاهلي، وفي اي حاجه تخص النادي الاهلي هنبقى كلنا واقفين، ولكن بالاحترام وبالادب زي ما شفنا كل لعيبه النادي الاهلي في كل الفترات اللي فاتت الحقيقه كانوا عاملين وبيتكلموا بشكل رائع ومحترم على كل الانديه وكل المنافسين. وفي نفس الكلام برضو عن زيزو، انا بتكلم عن زيزو تحديدا لان انا اتفرجت على كتير من الفيديوهات امبارح اللي كانت رائعه جدا لهذا النجم الكبير المحترم احمد مصطفى زيزو. هنطلع دلوقتي في فقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل نجم الكبير كابتن ماهر همام في ضيافة البيت الكبير. استقبل الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي وفدا من مسؤولي منصة تيك توك برئاسة محمد حرب مدير الشراكات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومعه فادي أشرف وهاني كامل مديرا شراكات الناشرين بمصر وشمال إفريقيا، وفي حضور جمال جبر مدير الإعلام بالأهلي. وقام وفد تيك توك بالشرق الأوسط بتسليم المدير التنفيذي درعا خاصا بمناسبة وصول عدد متابعي حساب النادي بالمنصة إلى 5 ملايين متابع، وهو ما يعكس الشعبية الكبيرة للأهلي والمحتوى المميز الذي يتم نشره عبر منصات السوشيال ميديا. احتل نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي مكانة خاصة بين أفضل اللاعبين في العالم، من أولئك الذين تخطوا حاجز 30 عاما من أعمارهم، متفوقا على أساطير كثيرة يتقدمهم ميسي ورونالدو. وبحسب موقع ترانسفير ماركت فإن الفرعون المصري يحتل المرتبة الثانية في قائمة أغلى اللاعبين المخضرمين الذين تجاوزوا حاجز 30 عاما بقيمة تسويقية تصل 55 مليون يورو. أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم الاستغناء عن خدمات البرتغالي روي بنتو مدرب منتخب بلاده رسمية، ولم يكشف الاتحاد الكويتي في بيانه عن هوية المدرب البديل. وتولى المدرب البرتغالي مهمة تدريب منتخب الكويت في شهر أغسطس 2022 خلفا لمواطنه إيميلو بيكس. أعلن نادي أم صلال القطري تعاقده مع اللاعب خليفة المالكي اعتبارا من الموسم المقبل قادما من العربي، ولم يذكر النادي مدة التعاقد مع المالكي وما إذا كانت الصفقة على سبيل الإعارة أو البيع النهائي. ولعب خليفة المالكي لعدد من فرق الدوري القطري آخرها العربي والشمال، الذي أعلن قبل أيام انتهاء إعارة اللاعب وعودته لصفوف العربي. أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي رسميا رحيل 4 لاعبين عن صفوفه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. وأكد صن داونز في بيان رسمي رحيل كل من أستون سيرينيو وبونغاني زونغو وبريان أونيانغو وثابينو كوتميلا، وأعرب النادي عن شكره للاعبين المغادرين وعلق قائلا: الأمة الصفراء تشكركم على جهودكم وعملكم الجاد على مر السنوات. بات مارسيلو بيلسا مدرب منتخب أوروغواي رابع مدرب يتعرض للإيقاف في منافسات كوبا أمريكا 2024 خلال نسختها الراهنة. والمثير أن جميع المدربين الأربعة هم من بلاد التانجو. وأصدر اتحاد أمريكا الجنوبية الكونميبول
عقوبة الإيقاف بحق بيلسا بسبب الدخول المتأخر إلى أرضية الملعب، ما يعني غيابه عن قيادة فريقه أمام الولايات المتحدة في المباراة القادمة. سجل نادي ريال مدريد الإسباني الثنائية كيليان مبابي وأندريك في الموقع الرسمي بدءا من صباح اليوم الأول من يوليو، حيث أصبح اللاعبان بشكل رسمي في النادي الملكي، وظهر الثنائي بالفعل على الموقع الإلكتروني للنادي الأبيض كجزء من قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي، وظهر كلاهما بالقميص الجديد لموسم 2024-2025 من خلال صورة وبدون رقم، بينما اللاعبون الأربعة الذين غادروا النادي الأبيض لم يعودوا يظهروا في الموقع الرسمي، وهم كيبا، توني كروس، خوسيلو وناتشو. كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على اتصال مع بايرن ميونخ الألماني من أجل الاتفاق على ضم الهولندي ماتياس ديليخت مدافع الفريق البافاري إلى الشياطين الحمر هذا الصيف. وذكرت التقارير أن مانشستر يونايتد قدم عرضا لديليخت بعقد لمدة 5 سنوات حتى عام 2029. أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسمياً انتقال ثنائي الفريق إنزو بارينيشيا وسامويل إيلانج جونيور إلى صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي في صفقة انتقال دائمة ضمن صفقة لاعب الوسط البرازيلي دوغلاس لويز الذي انتقل لصفوف السيدة العجوز مقابل 50 مليون يورو. قرر نادي ميدز الفرنسي تفعيل خيار الشراء للاعب الجورجي جورجس ميكاتيتزا، وضمه بشكل دائم من أياكس أمستردام الهولندي بعد تألقه في كأس أمم أوروبا يورو 2024 رفقة منتخب بلاده. وأعلن أياكس الهولندي انتقال المهاجم الجورجي إلى ميدز بشكل نهائي ودائم بعد أن لعب له على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقرة، نجم كبير نجم مصر والنادي الأهلي السابق كابتن ماهر همام. ازيك كابتن؟ كابتن سلام، أهلا بيك. مبسوط أنت النهاردة؟ أوي. يعني شايفك رايق. حاجة جميلة. إحنا من كام مباراة كده بنحضر للكلام ده. وقلنا التدوير اللي بيعمله مستر كولر والاستراتيجية اللي بيلعب بيها واللعيبه اللي بتبدا كل مباراه بيغير في 3-4 لعيبه، وبعدين الشوط الثاني بيغير في 5 لعيبه. حاجه جميله يعني في كيمياء كابتن اسلام بين الرجل وبين اللعيبه. والحاجه كمان الجميله اللعيبه مزاجها عالي، يعني تحس لعيبه النادي الاهلي النهارده لا مزاج عالي قوي في الاداء. الاجوال كلها النهارده باربعه، حتى الحاجات اللي ضاعت، ضربه الجزاء اللي ضاعت هنا او ضربه الجزاء اللي ضاعت هنا، تحس جمل تكتيكية بيتدربوا عليها. مفيش حاجة عشوائية، ودي ميزة أداء النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت، إن كل الجمل التكتيكية الهجومية اللي معمولة في التلت الهجومي يا إسلام فعلا بتتنفذ على الجول، وفعلا بتبقى مثمرة وبتسجل أهداف. النهاردة أنا بحيي لعيبة النادي الأهلي، بحيي مستر كولر طبعا، الجمهور اللي كان موجود ورا الشاشه، الجمهور اللي كان موجود في الملعب استمتع بشكل كبير جدا في اداء النادي الاهلي. وقلنا ده المؤشر اللي بيطمن الناس كلها، ان احنا ما شاء الله عندنا 30 لاعب من افضل 30 لعيبه موجودين، مش بس في افريقيا ولا في اسيا، لا كمان في الدوري المصري. عايز اقول لك يا اسلام ان اللعيبه دي تقدر تلعب كل يوم، يعني الناس تقول لك كل 3 ايام في اجهاد وفي لا، ما لعبت النادي الاهلي لا، احنا حاجه تاني، شكل تاني، نقدر نلعب كل يعني كل هو كابتن يوم. كابتن ما بيتكلم من حبه يعني طبعا، هو لكن هو طبعا كل 3 ايام ده كل يوم دي هتبقى صعبه، لكن وكل 3 ايام صعبه لكن احنا قادرين وعندنا الخبرات بالظبط، وعندنا السكود الجميل اللي يقدر يلعب كل 3 ايام. وعايز اقول لك اسلام، يمكن انا في كذا حلقه قلت صعب جدا حد يقلدنا، لان احنا يعني كل ما الفرقه بتحاول تقلدنا يا اما بتخسر يا اما بتتعطل، موضوع صعب جدا جدا. هو النادي الاهلي بس اللي يقدر يلعب كل 3 ايام، هو النادي الاهلي بس اللي هو عنده السكود الجميل المميز بهذا الشكل، هو ده الاداء اللي فعلا بيفرح جمهور النادي الاهلي. النهارده سكور عالي، اداء مميز، كوره جميله، مستمتعين بمباراه يعني طرفها النادي الاهلي واضح من بدايه المباراه، مع احترامي طبعا ل
الخصم النهارده طلائع الجيش. طلائع الجيش، لكن النادي الاهلي النهارده بصراحه عمل لنا اداء مميز تكتيكيا من خلال اكتر من 95 دقيقه. فعلا مباراه بتتحسب من المباريات المميزه للنادي الاهلي، وده كان باين يا كابتن اسلام وقلنا من المباريات اللي قبل كده في اشواط لكن النهارده الحمد لله رب العالمين يمكن الشوطين كانوا على اعلى مستوى من خلال الاداره الفنيه او من خلال التكتيك اللي لعب بيه النادي الاهلي. هل الاسبوع اللي لعبه اللي ريحه النادي الاهلي وعدم لعبه لمباراه الزمالك فرق بشكل ايجابي مع الفرقه؟ بص يا كابتن اسلام، يعني احنا الحمد لله رب العالمين في 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 اي اوقات فيها راحه ما فيهاش راحه احنا تعودنا على ان ان شاء الله الدوافع اللي موجوده عندنا طبعا، ولكن انا بتكلم يعني طبعا اكيد علميا وفنيا اكيد استفاد مستر كولر بشكل كبير جدا. كل ما بيلاقي فتره بيحاول ان هو يبعد اللعيبه يوم راحه يرجع اللعيبه تاني لحاله طبيعيه. موضوع الاستشفاء ده موضوع صعب جدا يا كابتن اسلام وموجد، واحنا جربناه يعني موضوع مهم يعني جدا. يعني طبعا اكيد فرق مع لعبتنا، وده الواضح في الاداء النهارده كمان الاداء المميز للعيبه. تحس ان في مزاجيه كده، في مزاج عالي للعيبه، اللعيبه كلها فريش، اللعيبه كلها بتادي اللي جوه، حتى البديل اللي نزل يعني تبص من الحركه من الاداء من الشكل من الهجوم من الضغط، لا واضح قوي ان النادي الاهلي فرقت معاه فعلا حته اليوم او اليومين اللي هم من مباراه الزمالك عدم لعبه لمباراه الزمالك يعني الزمالك لمباراه طبعا النهارده طلع الجيش. الاربع تغييرات لاول مره النهارده بدري، ما بص كولر بصراحه ولما اتسال قال ان هو كان عامل كده عشان يريح اللعيبه يعني الماتش خلص. بصراحه مستر كولر عمال يلعب بينا يعني بصراحه بينوع بينوع بشكل كبير، وده بياكد الثقه المتبادله اللي بينه وبين اللعيبه طبعا بصراحه طبعا يعني طبعا. وعشان كده مهم برضو اللي هو عمله ده يا كابتن. طبعا طبعا ان اللعيبه تشارك يا كابتن اسلام حتى لو 10 دقائق ربع ساعه، اللعيبه بتحب انها تلعب طبعا. يعني كل اللعيبه اللي كانوا بره او اللي جوه كل واحد بيبقى نفسه يلعب نفسه يشارك، فدي حاجه بتحسب لمستر كولر. التدوير والتجهيز اللي بيعمله واضح قوي انها استراتيجيه مدروسه، واضح قوي ان في تفاهم بينه وبين طبعا الجهاز الفني اللي موجود معاه، التفاهم اللي بينه وبين سامي قمصان ومدرب الاحمال بالتوقيت. كل الكلام ده كابتن اسلام بالتوقيت والدقائق والساعات يعني كل حاجه محطوطه في مكانها بالظبط. نعم، فطبعا بنحيي مستر كولر بصراحه على الشكل والاداء والتغيير اللي بيقوم بيه من خلال تدويره للمباراه بشكل كبير. لما سمعت التشكيل اللي في بدايه المباراه كان احساسك ايه؟ يعني هو الراجل فيه شفافيه وعداله زي ما قلنا في 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 توزيعه للاعبين واعطاهم الفرصه بصراحه يعني، ودي حاجه بتحسب للراجل يعني. الراجل تملي بيدور انه يجهز كل الناس يعني، حتى لو يعني مثلا ياسر كان بعيد النهارده يمكن ثالث مباراه بالنسبه لياسر بيشارك فيها او رابع مباراه بيشارك فيها. خالد عبد الفتاح كان بعيد فترات بعيد، النهارده بيشارك يمكن لرابع مباراه. فالراجل مش سايب حد اسلام الا لما بيديله فرصه، وده بيرجع كمان خد بالك فنيا ان زي ما احنا بنسمع كده فلان ماشي وفلان رايح وفلان جاي، وده كلام ما بنسمعش غير الوقت ده ولا ده كلام فيه. مش منطقي وكلام مش سليم. ايوه لما يحصل حاجه النادي بيعلن على بالزبط. فكره يعني مودست النادي اعلن بالظبط. فالنهارده لا، الراجل بيدي كل الناس فرصه فنيه، فرصه اشتراكه في المباريات. ليه؟ لان هيبقى في الاخر في تقييم فني صحيح. الناس لعبت قد ايه، ساعات اللعبه قد ايه، الاشواط اللي لعبوها قد ايه، ادائهم الفني ادائهم التكتيكي، كل ده بيبقى الجهاز الفني طبعا يعني بيحطه عنده في اجندته عشان في الاخر يبقى في طبعا يبقى في حق بيتعمل. يعني زي ما قلنا في شفافيه وعداله في حته ان كل واحد بياخد حقه. هنا بقى في الاخر يا كابتن اسلام الراجل يقدر يقول مين يقدر يكمل معايا، مين يقدر اعيره، مين يقدر باش موجود معايا خلال هذه الفتره. في نفس الوقت الراجل عندما يسال مصمم على حاجة ان اللعيبه دي بشر وان اللعيبه دي مش الات، وهذه هي الحقيقه. لانه لما كنا بنقول ان الضغط الكبير جدا من العدد المباريات اللي هيتلعب في شهرين، يعني ممكن اسبوع 10 ايام اسبوعين تلعب في ضغط، ولكن شهر ونص شهرين ضغط كبير جدا جدا جدا. وهو ده يعني عايز اقول يعني ده المكتوب على النادي الاهلي
للنادي الاهلي بيشارك في اكتر من 5 بطولات او 6 بطولات. فالنهارده يعني اكبر حاجه البطوله الافريقيه اللي فاتت دي النادي الاهلي قال هلعب واجلوا لي ان شاء الله العب كل يوم صحيح 9 مباريات المؤجله. فدي ثقه اسلام، ثقه من مجلس اداره النادي الاهلي، ثقه من الجهاز الفني، ثقه من اللاعبين، ثقه من جماهير النادي الاهلي العظيمه. فالنهارده طبعا زي ما بنتكلم ونقول انا بشفق على هؤلاء اللاعبين رحاله صحيح، الله يكون في عونهم، يكون في عون اهاليهم اسرتهم ولادهم، يعني محرومين من حاجات كتيره جدا جدا في سبيل ان هو يسعدنا ويسعد جماهيره العظيمه صحيح. في كل مكان. النهارده عمرو السوليه بيصل الهدف ال 3000 في جميع المسابقات الدوري العام المكتمله من 1948 وحتى الان، رقم كبير ومحترم. يعني عمرو انا بحييه بصراحه على ادائه النهارده، واحنا طول عمرنا عندنا ثقه في عمرو بشكل كبير جدا، لان عمرو كان بيبقى يعني اساسي في نص الملعب وكان من ضمن الناس اللي بنعتمد عليهم بشكل كبير، لكن الاصابه يمكن حرمتنا منه فتره، لكن رجوعه ما حسسناش بان عمرو كان غايب بصراحه. يعني رجوعه النهارده بادائه الجيد، قالوا ماتشين ثلاثه الحقيقه بصراحه، يعني محافظ على مستواه بشكل كبير، اداؤه داخل الملعب فنيا تكتيكيا الجوانب الدفاعيه الجوانب الهجوميه. وبعدين كمان يا كابتن اسلام، عمرو من النوع اللي هو كمان ما بيركزش في 6 أو 8 بس، ده كمان بيوصل 9 و10، يعني بيروح للمرمى بيوصل لقدام خالص. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي بتميز عمرو صراحه، ان هو عنده الزياده العدديه، عنده الاندفاع الهجومي. وبعدين كمان من بدايه المباراه اول تصويبه لعمرو حسينا ان الجيم هيتفتح، يعني تحس النهارده التصويبات كانت متنوعه، بداها عمرو السلية، لان عمرو رجليه تقيله وعنده يعني تركيز على المرمى بشكل كبير. بنحييه على ادائه والهدف اللي جابه. كمان جمله من الجمل اللي بتمرنوا عليها الاولاد، لكن رد الفعل يا كابتن اسلام الهجومي النهارده تفوق على رد الفعل الدفاعي بالنسبه لدفاعات طلع الجيش. يعني رد الفعل الهجومي النهارده كان واضح قوي من لعيبه النادي الاهلي جوه الصندوق، اصرار وعزيمه على الكوره ان هي ينهيها لهدف، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي بصراحه يعني استجدت علينا، ما شفناهاش في المباراه اللي قبل كده، لكن النهارده كانت واضحه قوي ان كل اللعيبه لا انا هجيب الكره دي، لا خبطت في المدافع هروح انا اكملها، وده بياكد ان يقظه لعيبه النادي الاهلي جوه الصندوق. رياكشن، ها قلت لي رد الفعل افضل، رد فعل المهاجمين الاهلي النهارده تفوقت بشكل كبير جدا على رد فعل الدفاعي لدفاعات طلع الجيش، ودي تحسب ليه لعيبه النادي الاهلي. كابتن في الوقت ده انا شايف انه في ضغوطات كبيره جدا على لعيبه النادي الاهلي، سواء ضغوطات جوه الملعب او خارج الملعب. من ضمن الضغوطات اللي انا بعتبرها ضغوط، عشان كده ما بحبش اتكلم فيها وقلت، ولكن انا بس عشان كل الناس بتتكلم فيها فانا هسال كابتن ماهر، انه 10 فوز متتالي، انا بشوف ان الحاجات دي لو اللعيبه حطيتها في دماغها بتضع فيها او عليها ضغوط كبيره جدا. وجهه نظري، رأي حضرتك صح، انا معاك. يعني انا لو لعيب عمري ما هفكر في الامر ده، انا التفكير بالنسبه لي ان انا افكر في الثلاث نقاط للمباراه اللي جايه اللي هي فاركو، المباراه القادمه يوم الخميس فاركو، الداخليه ولا فاركو معلش الدنيا ملخبطه كله ورا بعضه. فاللي بقوله انه التفكير في اللي جاي، اخد الثلاث نقاط اللي جايين ازاي، وجهه نظري، معرفش رأي حضرتك. وهو هو هو ده ميزه النادي الاهلي نادي القرن، هو ميزه الاجيال اللي بتتواصل مع بعض وبتسلم الرايه لبعض، انك انت الثلاث نقاط دول هم يعني اساس كل حاجه بالنسبه لك، كل تفكير في كل مباراه ثلاث نقاط، بدايه من كل المؤجلات وحتى الغير مؤجلات، كل تفكيرنا من الجهاز الفني، من الجماهير، من مجلس اداره، من اللعيبه، هو الثلاث نقاط. وهم عاشوا الجيل ده كده كابتن اسلام، خد بالك عايشين يا عيني في الضغوطات دي، ان كل مباراه بيكسبها خلاص بيقفل الملف ده ويبدا يفتح الملف الثاني ويبدا يركز من خلاله. بدايه التركيز هشتغل عشان الثلاث نقاط، هشتغل عشان المكسب، هشتغل عشان اوصل للهدف اللي انا بسعى عليه وهو الرقم اللي انا متعود عليه وهو قمة الجدول. صحيح. ولما بوصل لقمة الجدول خلاص معروفة، خلاص محدش هيقرب من النادي الأهلي. فعشان كده بقول لك أنا فعلا بشفق على هؤلاء اللاعبين، لأن فعلا محطوطين تحت ضغط كبير جدا. عايز أقول لك إن بعد البطولة الأفريقية جماهير النادي الأهلي هتفت 43 الدوري يا جماعة، 43 الدوري يا لعيبة، بص
صحيح. دخلوهم فين؟ صحيح. ولكنها هي فعلا مباريات مؤجلة وكلها مباريات مهمة ومحطوط ضغط عليك وكل حاجة، ولكن في النهاية هو أداء جيد ولكنه اتنسى خلاص. احنا كيف نفكر في مباراة الداخلية القادمة؟ هسألك في هذا الأمر، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نسأل كابتن ماهر طبعا عن أهم مكتسبات مباريات أو مباراة اليوم، ثم المباراة القادمة أمام نادي الداخلية كيف سيلعب النادي الأهلي في هذه المباراة بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن ماهر، زي ما قلنا قبل الفاصل ان احنا عايزين نسال حضرتك عن اهم المكتسبات اللي اكتسبها النادي الاهلي طبعا غير الثلاثه نقاط. يعني النهارده تحس ان لعبتنا خفيفه جدا، حركتها داخل الملعب فيها خفيه، فيها رشاقه، فيها مرونه. تحس النهارده ان اللعيبه كلها قريبه من بعض، الخطوط قريبه من بعض. تحس النهارده التسليم والتسلم بيتعمل باحترافيه. النهارده الجمل التكتيكيه بعد ما نعدي نص الملعب في الثلث الهجومي، تحس النهارده ان في في جمل تكتيكيه بتتعمل يا كابتن اسلام وبتتنفذ منها كور ثابته. يعني الكرات الثابته اذا كانت كورنر بتتعمل على قريبه، النهارده محمد عبد المنعم بيسجل هدف في منتهى السهوله بالتحرك من 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 من, من ورا للامام، ومتفق عليه حسين الشحات ازاي هيعملها على السكس يارد على الزاويه القريبه. تحس النهارده الفاول اللي من ناحيه الجنب اليمين اللي بيعمله حسين الشحات، كل الناس رايحه عند الجول، وبعدين وسام بيهرب وبيحطها له، وبعدين بيعملها فيرست تايم بشكل جميل. وبعدين المتابعه زي ما احنا قلنا النهارده، المميزات لعيبه النادي الاهلي المتابعه على المرمى. الجول الرابع يا كابتن اسلام بتاع ضربه الجزاء لوسام، شوف السليه عامل باص خارج القدم، حاجه جميله جدا من ورا المدافعين. ودي بقى من اصعب الحاجات يا كابتن اسلام بتشوفها في التمرير الهجومي اللي هو التمرير. النهارده السليه بيعمل لنا التمرير بخارج القدم، يعني جميع انواع المهاره، بدخل القدم، بخارج القدم، بوش القدم. وبعدين وسام بيروح بقى جوال الخطيب بقى. جوال الكابتن الخطيب بقى في افريقيا في كوتوكو. وهو رايح شايف الجول طالع ويروح حطها له فيرست تايم بشكل كبير جدا من فوق المرمى. فيعني هو اللي عاملها، هو اللي عاملها له طاهر. طاهر محمد طاهر عاملها طاهر لا طاهر حاجه جميله، يستاهل النهارده. النهارده واحد من افضل اللاعبين صراحه، يعني طاهر محمد طاهر. وده اللي انا بقوله يا كابتن اسلام، المباراه بتجيب يا كابتن اسلام، المباراه بتجيب اللعيبه. يعني المباراه هي صح دخل لعيبه في الفورمه صح، وده اللي بيخلي كمان مستر كولر. يعني بص النهارده طاهر يا حلو قوي قوي قوي، وسام وسام حطها بعقل كده قوي، يعني بثقه وعقل، وهو فرود مبشر بشكل كبير، وعمال يحرجم طوال المباراه على هدف. طاهر عمل له سرور عالمي جميل، جميل جدا جدا، عالمي يدرس بصراحه. يعني في تمرير ورؤيه، وبعدين كمان وسام شايف الجول وهو طالع بيحطها له فيرست تايم، صعبه جدا يا كابتن اسلام. عايزه 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 مهاجم من المهاجمين، زي ما قلت لك كابتن محمود الخطيب كان بيمتاز بالحاجات اللي بالشكل ده. فالنهارده بيرد علينا وسام بهدف من اجمل الاهداف اللي احنا شفناها في التلت الهجومي للنادي الاهلي حقيقي. جون حلو بصراحه، اللي يعني الجول يدرس، يعني من افضل الاجوال اللي شفناها خلال هذا الاسبوع في مباراه الدوري العام. اعتقد انه من اهم القرارات اللي اتخذت خلال هذا الاسبوع هو تجديد عقد محمد هاني لمده 3 سنوات. انا بس بفصل قبل ما اروح مباراه الداخليه، ايضا امبارح مودست كتب رساله شكر، والنادي الاهلي وجه الشكر لمودست بعد انتهاء تعاقده. حاجه محترمه جدا وتليق بالنادي الاهلي، وهو ده التخطيط اللي النادي الاهلي عايش عليه. يعني النادي الاهلي زي ما قلنا سبق بشكل كبير جدا، عينه على تجديد اللعيبه، توقيتها، الوقت المناسب اللي هنجدد من خلاله. محمد هاني عامل موسمين ثلاثه كمان كابتن اسلام، حاجه ولا اروع من كده حقيقي. فالنهارده النادي الاهلي بيكافئه بيجدده 3 سنين. لا هاني يستاهل فعلا انه يتجدد له 3 سنين، ومكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي، لانه ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين محمد هاني. بنقول له مبروك يا هاني ان شاء الله، ونفضل على المستوى ده مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر ان شاء الله. مودست طبعا راجل يعني
هو حاول يا كابتن اسلام يعني، لكن سبحان الله يعني في توفيق وعدم توفيق، خصوصا ان هو مهاجم واحنا جايبين مهاجم عشان يسجل عشان يهدف. فيعني مودس الراجل لانه محترف طبعا اتكلم كلمتين في حق النادي الاهلي، قال لك ان انا فعلا نادي عظيم، اداره، جهاز فني، جماهير، لعيبه، وانا بشكر النادي الاهلي على الفتره اللي انا قضيتها معاهم، وكنت اتمنى ان يعني طبعا ان انا احط بصمه، لكن طبعا الظروف ما ساعدتهوش، لكن بنقول له ربنا يوفقه طبعا في حته تاني ان شاء الله بالتوفيق يا مودس خلال الفتره القادمه. مشوار صعب للنادي الاهلي حتى الان، تقييمك لهذا المشوار منذ بدايه الدوري وحتى الان، او خلينا في الجزء الاخير. بص يا كابتن اسلام، الراجل بيعمل تاريخ. كولر بصراحه يعني النهارده لما كنا بنتكلم على ان مانويل جوزيه والصراع اللي بينه وبين دوكوتي وبينه وبين فايسا ومانويل جوزيه من المدربين العظام اللي عملوا تاريخ للنادي الاهلي، النهارده الراجل ده كابتن اسلام بيصنع تاريخ. وممكن التاريخ ده كمان خلال الفتره اللي قضاها معانا، يمكن سنه ونص او داخل في سنتين، ما شاء الله 8 بطولات يمكن او 9 بطولات، والانجازات اللي بيحققها اذا كانت محليه او افريقيه، فده بيأكد ان الراجل بيحقق يعني انجاز اولا ليه، ثم طبعا للنادي الاهلي ولجماهيره. فانا شايف ان يعني الكيمياء ماشيه مع الراجل ده، مع الجيل ده بشكل جيد. نتمنى ان احنا نستمر في هذا التفوق باذن الله خلال الفتره القادمه. ودي السهوله في التعامل زي ما قلت لك، علم النفس التربوي مع الراجل مع اللعيبه ناجح بشكل كبير جدا، درجه الانضباط ده موجود في اوضه اللبس. صحيح. ولما يبقى في انضباط موجود في اوضه اللبس يا كابتن اسلام بينعكس على طول في الملعب على اداء اللاعبين. فالنهارده بنشوف هذا الاداء بينعكس بشكل كبير جدا بالايجابي على اللعيبه، وده اللي بيطمننا ان شاء الله ان خلال الفتره اللي جايه هنفضل نستمر باذن الله على هذا النهج وعلى هذا الاداء لحد ما قلت لك نوصل للمكانه الطبيعيه بتاعتنا، وهي نركب الجدول. لما نركب الجدول خلاص الامور هتبقى ان شاء الله بالزمن على البطوله 43 القادمه باذن الله لبطوله الدوري العام. كيف يستعد النادي الاهلي للمباراه القادمه في ظل هذه الضغوطات؟ خلاص النهارده ملف اتقفل بتاع طلع الجيش بالاربع اهداف الجمال بالاداء المميز. مستر كولر يعني الحاجه الجميله اللي فيه ان هو راجل متواضع، تملي بيتكلم على الخصم اللي هيقابله، انه الخصم لازم يحترمه. هو طبعا وجهازه الفني بيتفرجوا على مباراه الداخليه، المباراه السابقه، بيشوفوا اداء الداخليه من الناحيه الهجوميه، من الناحيه الدفاعيه، من ناحيه التنظيم، من ناحيه الكرات الثابته، اللعبه المميزه. وبيبدا الراجل يتفرج الاول هو وجهازه الفني، ويبداوا يدونوا كل الملاحظات ديت، وبعدين يبدا بقى تنعكس على اللاعبين، يبدا يبقى في قعده. صحيح. بيتشرح فيها هذا الكلام، ومن خلال بقى ايه اليومين او الثلاثه الاستشفاء اللي الراجل بياكد عليهم، بيأكد على حاجه ثابته، بيأكد على جمله، في مشكله في خط الظهر يقدر يعالجها. كل التجهيزات دي هتبدا من بكره يا كابتن اسلام ان شاء الله للمباراه الداخليه، مباراه مهمه بالنسبه لنا، يهمنا جدا 3 نقاط زي ما اتفقنا في بدايه المباراه، ثم الاداء اللي احنا شفناه. احنا كمان الاداء بيبسط جماهير النادي الاهلي وبيبسطنا طبعا، وبيسعدنا طبعا. فان شاء الله باذن الله مباراه الداخليه 3 نقاط رقم 1، ثم ان شاء الله باذن الله الاداء المميز اللي نقدر من خلاله نعمل نتيجه ايجابيه يعني تفرح جمهور النادي الاهلي العظيم، اللي هو طبعا مع كل مباراه بيساند لعيبته، لانه عارف ان اللعيبه دي يعني ليها قيمه وقيمه كبيره جدا، وان اللعيبه ديت بيراهن عليها ان هي تحقق له ان شاء الله بطولات، تحقق له نتائج ايجابيه خلال هذه الفتره. هل سيغير من التشكيل؟ يعني التشكيل المره دي كان الشناوي وخالد وعبد المنعم والسليه واكرم ومروان وطاهر ووسام والشحات وبعدين التغييرات اللي حصلت في نص الملعب بعد الشوط الثاني. اكيد يا كابتن اسلام هو الراجل شايف يعني في حاجات هو بيحاول يثبت فيها، يعني زي وسام مثلا. صحيح. وسام محتاج مباريات. لانه بقى له فتره مصاب 20 يوم ولا 22 يوم. صحيح. فمن ضمن الحاجات اللي صعب ان الراجل اللي هيلعب فيها هي مكان راس الحربه. طاهر برضك محتاج مبارياته، شوف احنا بنشوف طاهر بعد كل مباراه بيبدا. الشحات ممكن يريح شويه. محمد عبد المنعم بين الراجل بيريح وبين بيديله،
كمان الشناوي النهارده بصراحه كمان ضربه الجزاء اللي انقذها. يعني الشناوي افتكر ممكن يكون مصطفى زي ما الراجل قال ان ممكن الشناوي ياخد 3 4 مرويات وبعدين مصطفى يبدا يخش في المباراه اللي بعد كده. فانا شايف ان ممكن مصطفى بردك من ضمن التغييرات اللي يبدا بيها الراجل في مباراه الداخليه المباراه القادمه. ممكن يلعب مصطفى؟ ممكن يلعب مصطفى. الراجل قال في كذا مؤتمر ان انا حدي الشناوي حاول عشان لسه راجع من الاصابه فانا عايز احافظ عليه. فهديله ممكن ولا ما كل يومين ماتشين ثلاثه يلعب مصطفى ماتش اعتقد بتبقى يعني بشكل جيد في ظل التألق الحقيقه سواء للشناوي او بالزبط. او حتى لمصطفى لما لعب الفتره الاخيره في وقت اصابه الشناوي الحقيقه عندنا حارس مرمى وزي ما حضراتكم شايفين برضو تألق شديد جدا للشناوي في يعني هتقول لي اصله مش عارف ايه ووقتها وكانت كده كده النادي الاهلي كسبان ولكن ان انت تطلع بكلين شيت جديد ان انت عامل وبعدين بص رايح على الكره ازاي وبيصدها ازاي وحش تركيز ما شاء الله زي ما كان مصطفى بيؤدي بهذا الاداء الكبير بالزبط. والرائع في كل المباريات اللي لعبها الحقيقه الحمد لله والشكر لله عندنا يعني شكل جيد في هذا الحارسين يطمنونا بشكل كبير يا كابتن اسلام. احنا طبعا حطينا ايدينا على قلبنا لما الشناوي اتعور لكن طبعا مصطفى التدريبات وتركيزه والصبر اللي كان موجود عليه والثقه اللي احنا كلنا عارفينها في مصطفى فالحمد لله ربنا كرمنا كمان بوجود مصطفى كحارس مرمى مبشر وحارس مرمى يدينا ثقه بشكل كبير. فانت النهارده بقى عندك يعني منافسه شريفه ومنافسه بين الخبره والدم الجديد. فانا عندي احساس ان ممكن المباراه اللي جايه مصطفى ياخد من بدايه المباراه بعد ما اطمنا على الشناوي في الاربع مباريات الحمد لله 400 اللي لعبهم حاجه 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 تفرح. يعني ابرز التحديات اللي بتقابل النادي الاهلي في هذا التوقيت للعوده لتصدره لجدول الدوري ان شاء الله. التحديات بقت خلاص موجوده يا كابتن اسلام وزي ما قلنا ان النادي الاهلي كل مباراه يهمه 3 نقاط كل مباراه يهمه انه يكسبها. طبعا كمان يهم النادي الاهلي ان هو ما يتعطلش يعني ما يتعادلش في مباراه صحيح. او يخسر عشان ما نبعدش على الصراع اللي بيننا وبين بيراميدز او المنافسه اللي بيننا وبينه. فلازم نكون قريبين بشكل كبير حريصين جدا من الجزئيه ديت. كمان تجهيز اللعيبه الحمد لله النهارده بقى عندنا 30 لعيب جاهزين يعني صحيح. الاصابات قلت بشكل كبير جدا الحمد لله. المستشفى اللي كانت موجوده اللي كانت بتقلقنا خصوصا ان كان بيبقى عندنا اكتر من 7 8 نجوم مصابين الحمد لله النهارده طبعا اللعيبه كلها فت واللعيبه كلها جاهزه. دي بدك من ضمن التحديات اللي كانت موجوده عند الجهاز الفني وقدر ان هو ان شاء الله يتغلب عليها. يعني الراجل بقى محتار يا كابتن الاسلام يلعب مين ولا يلعب مين يبدا بمين ولا مين. فبقيت في منافسه بشكل كبير جدا بين اللعيبه وبين بعض في كل الاماكن. النهارده بقى عندك لاعب ومش عايزين نقول بديل لا لاعب بينافس اللاعب الاخر. فدي حاجه كمان من ضمن الحاجات اللي طبعا ايجابيه خلال هذه الفتره. نتمنى ان شاء الله ان ربنا يحميهم يا رب ويبعد عنهم الاصابه. وزي ما قلنا كل مباراه بالنسبه لنا 3 نقاط مهمين. كاس مصر يا كابتن اسلام انا في رايي كل مباراه اللي جايه بنلعبها زي كؤوس عشان ناخد الكاس لازم نكسب مباراه ونوصل دور ال 16 او دور ال 32 ثم دور ال 16 ثم ال 8 ثم وهكذا. فالمؤجلات اللي موجوده خلال الفتره اللي جايه مهم جدا نحط في الحسبان نكسب المباراه ونقفل الملف بتاعها نفكر في المباراه اللي بعديها. تقييم حضرتك لاداء الحكام الفتره اللي فاتت كابتن اسلام احنا اتكلمنا في الموضوع ده يعني واضح قوي ان الحكام يعني مع الاسف في مشاكل في كل المباريات صحيح صراحه صحيح. مش الاهلي بس او الزمالك بس او لا حتى كمان الفرق الاخرى بتعاني بشكل كبير. الاتحاد في اخر مباراه لي يعني كره احنا لما بنشوفها بنقول عليها مغطي بفدان وراجع حسب التسلل بعد ما جت جول وجول كمان جول صعب لا وجول يعني كان ممكن جدا يكسب يفرق فواضح قوي طبعا ان يعني ما اعرفش بقى كابتن اسلام هل هم ما بيراجعوش زي الاجهزه الفنيه تراجع الاخطاء حاولوا ان هم يعني صحيح ولا العمليه بس الدنيا ماشيه ازاي صحيح انا مش عارف هم ماشيين ازاي. هم كمان
لازم يبقوا زي لعيبه الكوره يسجلوا الماتشات ديت ويتفرجوا عليها. صحيح. عشان يشوف تحركاته ويشوف جريه ويشوف. ايوه كلها. شكرا يا بيرجو. بص يا كابتن، يعني احنا دي في الكوره احنا لعيبه الكوره اقول لك عليها ايه، مغطي بفدان. بالظبط. هي خطوه طبعا ولا نص خطوه. ولكن احنا هنقول عليها باينه واضحه مش محتاجه كلام. وهو واقف كمان، الحكم واقف في في في, في مكان جيد جدا شايف اللعبه. الحكم مش من يعني مش الحكم بيني وبينك، الامان والفار فين يعني عارف. لا طبعا هو في الحكم هايل، اللاين مان قصدي اللي هناك هايل، شايفها 10 على 10. وهو كمان يا كابتن اسلام الحكم حاجه غريبه بصراحه، وضعه التشريحي شايف اللعبه وشايف الدنيا باينه، مفيش حاجه مغطيه يعني. صحيح. او في حاجه مش باينه؟ لا ده الدنيا كلها باينه. والفار كمان يعني بصراحه عليه دور كبير جدا، ازاي دي بتسلل في هجمه زي كده. ف يعني انا بطلب بس من الحكام ان هم لازم كمان يتفرجوا على نفسهم بشكل كبير جدا ويراجعوا نفسهم، لان برضك الاعداد الذهني ده يا كابتن اسلام خد بالك ويعالج اخطاء الله ويزودني طبعا. فمهم كمان هو يبقى برضك، لان هو ليه دور كبير جدا وهو مكمل للعبه. النهارده الحكام يعني عليهم دور كبير جدا عشان الدنيا ما تهربش مننا والدوري يبقى شكله مش كويس. وبيني وبينك انا برضو بما اننا بنتكلم على التحكيم النهارده، كابتن بسيوني ومحمود بسيوني من افضل المباريات اللي انا شفتها له الحقيقه، يعني طاقم التحكيم النهارده. عشان احنا برضو ايه بنطلع ننتقد لما بيبقوا وحشين، مش كابتن بسيوني ولكن كابتن يعني اي طاقم تحكيم بيبقى وحش بنطلع ننتقده، فبرضه لازم نقول ان النهارده الحقيقه كانوا كويسين جدا. النهارده التحكيم يعني ما اعتقدش ان احنا حسينا بيه. لا خالص. واحنا كمان سهلنا ده الاهم. وعايز اقول لك كابتن اسلام احنا كمان سهلنا لهم، سهلنا طبعا المأمورية. ولكن برضه ما في ماتشات برضه يا كابتن. طبعا النهارده زي ضربه الجزاء اتعملت بتوقيت جميل جدا واتحسبت في توقيت صح، وكانت من ضمن الالعاب برضه اللي فيها صعوبه شويه يعني. هو أنا الفترة اللي جاية هي فترة صعبة جدا 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 على التحكيم، لأنها زي ما قلنا منافسة كبيرة جدا على على القمة، وأيضا والقاع برضه فيه مشاكل كبيرة جدا، محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل، يعني خصوصا بعد خسارة الجونة النهاردة كمان من المصري. فعندك الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا. نتمنى أن يكون التحكيم المصري عادل فقط، هو ده اللي نتمناه خلال الفتره اللي جايه. كابتن ماهر انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا، دايما ببقى سعيد بوجود حضرتك. شكرا يا كابتن، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ماهر همام. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد مصطفى وبلال محسن في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. بلال محسن، ازيك يا بلال؟ ازيك كابتن منور؟ منور الدنيا، ربنا يخليك كابتن منور. اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين طبعا. ازيك يا ابو حميد؟ احمد مصطفى. ازيك يا ابو حميد؟ اهلا بيك كابتن، اخبارك ايه؟ كله كويس الحمد لله. طيب خليني ابدا معاكم النهارده مباشره عن مباراه، مش هتكلم عن الامم الاوروبيه دلوقتي لانه الحقيقه الامم الاوروبيه ممتعه وكل حاجه، يعني انا لسه بيقولوا لي دلوقتي قبل برده ما اخش في ماتش الاهلي وطلع الجيش، البرتغال وسلوفينيا متعادلين 0-0 ورونالدو ضيع هدف في الشوط الاضافي الرابع، ضرب الجزاء في الشوط الاضافي الثالث او الرابع، وعمال يعيط من ساعتها. يعني احنا كنا شفنا في الفصل كده قبل ما ندخل ركله الجزاء، طبعا هو رونالدو في مواجهه سلوفينيا، وسلوفينيا يعني يمكن نقطه القوه الكبيره في سلوفينيا طبعا حضرتك عارف اوبلاك، كيان اوبلاك حارس مرمى اتلتيكو مدريد، حارس عملاق طبعا تالق في التصدي لركله جزاء في وقت صعب، يمكن يعني الكره صدمت بايد الحارس وراحت للعارضه، ولكن حظ عاثر طبعا واجه كريستيانو في ركله الجزاء، وطبعا انهار او دخل في نوبه بكاء حتى بعد ما يعني راحوا للاشواط او الشوط الرابع. ونتمنى ان ما تكونش دي نهايه مشوار رونالدو والبرتغال النهارده، يعني عشان ما تبقاش ذكرى سيئه في حياه كريستيانو. ده بيعمل يعني كده بين ما هيروح يعمل ايه؟ اللعيبه كلها كابتن قعدت تهديه، ويعني حتى عارف ان ده بالنسبه لي انا ده درس مستفاد بالنسبه للشباب اللي قاعد بيتفرج، ده درس مستفاد كبير جدا جدا. شغف رونالدو للعب كره القدم، شغف رونالدو ان هو كلنا طبعا بنحب منتخبات بلدنا، ولكن ما هو لسه في شوط يعني، لكن هو يعني متقبل الخساره. بالظبط. بس انت رايح حضرتك يا كابتن لو راحوا لركلات الترجيح يبدا هو اول ركله ولا يفضل ان يبقى حبيبي الناس اللي زي دي مش بتفكر زي دي. انا لسه بقول لهم بره في الفصل كابتن حسن شحاته حط كابتن احمد حسن في 2006 كده دايما
بتلاقي الشخصيات القوية هي اللي بتخش تشوت ركلات الجزاء. مش أي حد بيعرف يشوت ركلات جزاء خلي بالك، لأنه بعيدا عن أنت بتشوتها كويس يمين أو شمال، ولكن يجب أن أنت يكون عندك شخصية قوية عشان تقدر. وفي مواجهة حارس عملاق طبعا يان أوبلك، اعتقد ان الموضوع هيبقى صعب لو راحوا ركلات جزاء. طمنوني يا شباب والله، لانه عايزين احنا عايزين البرتغال تكسب عشان خاطر رونالدو يعني عشان خاطر كريستيانو. ولكن على الجانب الاخر مباراه النهارده او في الدوري المصري، يعني نرجع للدوري المصري، الاهلي وطلائع الجيش، مباراه مهمه مباراه صعبه، 3 نقاط استطاع ان يفوز بهم النادي الاهلي في ظل هذه الظروف الصعبه. يعني يمكن كابتن خلينا نكون متفقين في البدايه ان شعار المرحله الحاليه هي مكسب بيجيب مكسب. النادي الاهلي النهارده قدر يصل للفوز العاشر على التوالي في بطوله الدوري، طبعا بعد ما عاد لمنافسات الدوري مره اخرى بعد طبعا الانتهاء من فعاليات بطوله افريقيا، والتركيز بقى مره اخرى على لعب المباريات المؤجله، زائد التحدي الكبير اللي النادي الاهلي بيواجهه الفتره دي ان هو بيلعب كل يومين مباراه. يعني كنا لسه بنتكلم قبل الحلقه مع حضرتك، والنادي الاهلي لعب النهارده الاثنين وعنده مباراه على طول الخميس، هتلاقي نفسك كل يعني دي، وده تحدي كبير جدا هيواجه الجهاز الفني وهيواجه اللاعبين. ولكن خلينا نتفق ان المرحله الحاليه الاهم فيها بالنسبه للجمهور وللعيبه والجهاز هو ال3 نقاط، لان انت حتى لو عملت عرض فني رائع وما قدرتش يعني تزعل منك، خاصه ان انت كمان المنافس المباشر ليك على الدوري السنه دي بيراميدز، واضح ان هم كمان مركزين وعاملين 12 فوز متتالي، ففي منافسه كبيره جدا، كل واحد بينتظر سقوط الاخر. فالثلاث نقاط بغض النظر عن شكل الفوز بالظبط، يعني هو حتى الان الموضوع يعني ايه، حتى كله بينتظر مواجهه الاهلي وبيراميدز بقى اللي هتتم في خلال 10 ايام مباراتين، زائد المباراه الاخرى احنا كنا قلنا لكل مباراه تحدي. يعني انت بتواجه النهارده طلائع الجيش عنده تحدي خاص بيه، فاركو والداخليه كل فريق هتقابله يا كابتن عنده التحدي اللي يقدر يخلق له دوافع في مباراته مع النادي الاهلي. فمباريات المتبقيه صعبه جدا، نتمنى ان النادي الاهلي يحافظ على سلسله الانتصارات ان شاء الله لحد ما يصل لمكانه المفضل ومكانه المعتاد على صداره جدول الترتيب ان شاء الله. ابرز المكاسب في مباراه طبعا 3 نقاط طبعا، ولكن اذا كان هناك مكاسب اخرى. في مكاسب عاديه طبعا يا كابتن، النهارده في لقاء طلائع الجيش بشوف ان من ضمنها عوده الاداء الممتع مع المكسب. يعني الاداء الممتع طبعا كان افتقده النادي الاهلي في المباريات الاخيره، لكن زي ما بدانا نتكلم قال ان الفتره القادمه والفتره الاخيره من بعد عوده النادي الاهلي للدوري بعد فتره التوقف بشوف ان الفوز مهم جدا، لكن النهارده مكسب بياكد النادي الاهلي ان هو ماشي في الطريق الصحيح لطريقه لصداره الدوري كالعاده. وكمان مارسيل كولر بياكد ان هو النهارده بيلعب باي لاعب من قائمه النادي الاهلي، بياكد ان هو لاعب اساسي النهارده في غياب امام عاشور. بتشوف ان النادي الاهلي النهارده عمرو السوليه واحد من نجوم المباراه، طاهر محمد طاهر بيقدم مباراه كبيره جدا جدا جدا، وكمان كريم فؤاد النهارده بالنسبه لي نقطه تحول كبيره جدا، وشايف ان كريم فؤاد النهارده ظهر بالاداء اللي كان بيظهر بيه ايام ما كان موجود في نادي انبي، ان كريم فؤاد لما كان في نادي انبي كان بيلعب كباك شمال، والنهارده كريم فؤاد اتحرر. فبشوف ان في مكاسب كبيره جدا، النهارده انت كسبت باك ليفت طبعا علي معلول من اللعيبه اللي صعب تعوضها، لكن النهارده انت بتكسب لاعب اعتقد النهارده قدم مباراه كبيره جدا كريم فؤاد. طاهر محمد طاهر بالنسبه لك لما بيقدم عمل اسيست مميز جدا في الهدف الرابع وبيحرز هدف، واسامه ابو علي اللي بيقدم اداء كبير جدا. فبشوف ان في مكاسب كبيره جدا من اللقاء النهارده، اطمنت على بعض اللاعبين، ريحت بعض اللاعبين زي امام عاشور، اطمنت على كريم نيدفيد واليو ديانج. فمكاسب كبيره جدا النهارده من قدام امام فريق قوي من مباراه اعتقد النهارده كنت شايف النادي الاهلي قدر يخرج منها باقل مجهود، قدم مباراه قويه جدا، قدر يضغط على فريق طلائع الجيش من البدايه. فمكسب مهم جدا مع اداء ممتع يخلي النادي الاهلي قريب جدا ويضغط كمان فريق بيراميدز اللي متصدر الدوري، وكمان فارق ب 11 نقطه لو مع النادي الاهلي مباراه القادمه امام نادي الداخليه، يعني الموضوع هيبقى سهل قبل المباراه طبعا المواجهه المفضله. انا وجهه نظري مفيش مباراه سهله، ولكن على الجانب الاخر النهارده الحقيقه من اهم المكاسب على فكره وجهه نظري برضو ان اهم المكاسب ان انت تجد ان الروح ما بين اللاعبين تصل لهذا الشكل الرائع اللي احنا شفناه ما بين عمرو السوليه وطاهر محمد طاهر. طبعا عمرو السوليه خد افضل لاعب في هذه المباراه، ولكنه اعتذر او مش اعتذر، يعني هو اهدى هذه الجائزه لطاهر محمد طاهر. واعتقد ان ده في بعض الاوقات، انا بقول لك حاجات في الملعب بقى بتبان، في بعض الاوقات ممكن تبقى وحش جدا الفرقه وحشه جدا وتكسب بسبب روح اللاعبين بينهم وبين بعض.
بالظبط. يعني يمكن كابتن عمرو السوليه احد كباتن الفريق واحد اهم اللاعبين اللي يعني في الجيل الحالي، واللاعبين اللي قدروا يحققوا انتصارات وارقام قياسيه كبيره مع النادي الاهلي السنوات الاخيره. فاعتقد ان عمرو السوليه عنده من المسؤوليه وعنده من الادراك اللي هو يقدر يحس بزمايله امتى. لاعب زي طاهر محمد طاهر ممكن يكون بيتعرض لضغوط جماهيريه في بعض الاوقات. شايف النهارده طاهر كان كويس قوي على ارض الملعب بالمناسبه. احنا صح عندك حق، لانه انا بتكلم عن طاهر النهارده تحديدا وكتير، وسالت عنه في كل الفقرات تقريبا، لانه لما بيبقى وحش بينتقد وده طبيعي بالزبط. جدا، لكن لما بيبقى كويس يجب ان هو ياخد الاشاده بمستواه. بالظبط. يمكن انا كابتن قلت ان اللعيبه حست بكده، حست ان طاهر عليه ضغوطات، ففضلوا ان هم حتى شفنا احتفال بعض اللعيبه في اوضه اللبس مع طاهر محمد طاهر، ونزلوا حتى على الاكونت الشخصي بتاع معظم اللعيبه النهارده احتفال بطاهر. اللعيبه كلها بتحبه، لعيب مجتهد، ممكن في بعض الوقت ما يكونش موفق، ولكن النهارده طبيعي. عودته او والفريق كمان يا كابتن، لما تستعيد اي لاعب في الوقت الحرج من الموسم دوت، فهو اكيد مكسب لكل اللاعبين ومكسب للفريق بشكل عام، مش مكسب للاعب فقط. فاعتقد ان لفته طيبه طبعا من عمرو السوليه بمسؤوليته طبعا وقيمته الكبيره داخل الفريق، اعتقد هتفرق مع طاهر الفتره الجايه، وان كان هيغيب عن مباراه الداخليه القادمه طاهر يعني حصوله على 3 انذارات، اعتقد ان بعد كده بقى ممكن تفرق معاه يعني. طيب برضو عايز اسالك يا ابو حميد عن انه الضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة ودانا الفوز كبير النهاردة، ولكن هل عدم لعبك لمباراة في وسط الأسبوع كان له تأثير إيجابي؟ أنا برضو السؤال ده بكرره لأنه محتاج أعرف هل هذه المباراة اللي هي مباراة الزمالك عدم لعبها فرق مع النادي الأهلي؟ طبعا فرق جدا وباين جدا في أداء اللاعبين النهاردة، واعتقد ان انت كسبت كمان، كان اسامة ابو علي كان مصاب وبيعود اسامة ابو علي ورجع، فانت اديته مساحه ان هو ياخد الراحه الكافيه، وكمان اطمنت على بعض اللاعبين. النادي الاهلي بيعاني من ضغط كبير جدا في المباريات، مباراه قويه كمان، انت كنت هتلاعب منافس قوي ومنافس قوي ايا كان، والديربي بالظبط ديربي، والنتيجه ممكن لايا كان النتيجه لو نتيجه سلبيه برده بتاثر نفسيا ومعنويا على اللاعبين. فاعتقد ده اراح النادي الاهلي، اراح الجهاز الفني. مارسيل كولر بقى بيستخدم يعني بعض البدائل لمواجهه الضغوطات دي، من ضمنها ان هو بيعتمد على بعض اللاعبين زي النهارده لما كان في القايمه في سكواد النادي الاهلي كله ما فيش غير اسامه ابو علي، اعتمد على دور مهم جدا وانا عايز اشيد بيه في المباراه النهارده، عمرو السوليه. عمرو السوليه طبعا يعني بغض النظر عن اللقطه اللي باين شخصيه عمرو السوليه ودوره كقائد، لكن عمرو السوليه النهارده قدم واحده من افضل مبارياته من فتره كبيره. اسمح لي اطلع فاصل عشان نعرف ناخد عمرو السوليه لانه يستحق الحقيقه، واحد من اللاعبين يعني اذا كان طاهر عمرو كريم هذا الثلاثي النهارده والفرقه كلها النهارده، ولكن الثلاثي ده لانه ياما ظلم يعني خلال الفتره الاخيره، فعشان تقدر تدي لعمرو حقه. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن احد نجوم هذه المباراه، النجم عمرو السوليه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كنا بنتكلم عن السوليه يا احمد، وعندنا بعض الحالات اللي عايزين نجيبها يا برجاوي لو سمحت على عمرو السوليه، لانه واحد من نجوم الفريق في هذه المباراه. طبعا عمرو السوليه النهارده بيقدم مباراه كبيره جدا جدا جدا، وكان يستحق فعلا زي ما رابطه الانديه ادته هو جائزه رجل المباراه. فعمرو السوليه النهارده بيقدم مباراه كبيره جدا، وده ظهر في الدور الكبير جدا اللي بيقدمه ده طبعا ده سرو باص. انا بس عايز الجون الثاني اللي احرزه عمرو السوليه قبل ما يجيب الباص ده، يعني الباص ده قصه ثانيه هنتكلم عنها طبعا، ومهاره عمرو السوليه وازاي مارسيل كولر بيفكر يعني يستدرج لعيبه طلائع الجيش ويخرج من التكتل الدفاعي. عايزين بس الهدف الثاني ونبين دور النهارده عمرو السوليه اللي استخدمه مارسيل كولر قبل كده مع حمدي فتحي بدور اللاعب رقم 8، استخدمه كمهاجم ثاني، وهنا هيبين ان عمرو السوليه كان موجود كمهاجم ثاني في الهدف الثاني للنادي الاهلي. فلو عرضنا الهدف الثاني للنادي الاهلي هنشوف ان عمرو السوليه كان متواجد. لو انت قاعد بتتفرج على المباراه اتفضل هنا عمرو السوليه، لو احنا بنتفرج وما نعرفش ان ده النادي الاهلي، هنا عمرو السوليه نقف هنا بس ثواني، نقف هنا قبل ما كان عمرو السوليه دوره هنا فين عمرو السوليه؟ عمرو السوليه موجود. انت لو انت بتتفرج على المباراه هتقول ان عمرو السوليه هو المهاجم النادي الاهلي. عمرو السوليه موجود النهارده دوره كمهاجم قدام وسام ابو علي، وده الدور اللي اعتقد النهارده خلى التكتلات الدفاعيه لفريق طلائع الجيش النهارده في ازمه كبيره جدا. نكمل الكره لكريم فؤاد وواحد من نجوم المباراه ايضا هيعمل الاوفر هنا طبعا. ضغط خلاص، لعيبه النادي الاهلي بقت زياده 3 على 3. عمرو السوليه في دور المهاجم هو وعصام ابو علي بيحرز الهدف طبعا، وده
طبعا يعني بحيي مارسيل كولر وبحيي عمرو السوليه ان هو نجح وبيكافئ مارسيل كولر على الدور الكبير جدا اللي هو كلفه بيه النهارده، والدور ده طبعا مش غريب على مارسيل كولر، عامله مع اليو ديانج وعامله مع حمدي فتحي قبل ما يسافر ويحترف. فعمرو السوليه النهارده يعني نموذج للاعب رقم 8 اللي بيقدر يكمل ورا المهاجمين وبيقدم الدور المهاجم. وكمان عمرو السوليه احنا عارفين ان عمرو السوليه في مباراه طلع مباراه الداخليه برده نجح في ان هو يسجل هدف، وعنده مميزات كبيره جدا في التسديد كمان على المرمى. نجيب اللقطه الثانيه، لقطه عمرو السوليه في الانفراد بتاع انت هنا بس عشان الناس تبقى فاهمه او جمهور النادي الاهلي يبقى هنا شايف انه الدور اللي بيعمله عمرو السوليه كرقم اللي هو راس حربه ثانيه. مظبوط، راس حربه ثانيه. احنا جبناها يا كابتن، لو رجعنا ثاني رجعنا في اول لقطه هنشوف عمرو السوليه قبل ما يرفع كريم فؤاد كان موجود كمهاجم اصلا، كمهاجم قبل وسام ابو علي. لو رجعنا للهدف وهو بيرفع كريم فؤاد هنلاقي الراجل هو في احلى من اللقطه دي، لقطه الجمهور. طبعا بص يا كابتن، هو فين هو فين عند كريم فؤاد قبل ما يرفع؟ هنلاقي عمرو السوليه هو المهاجم اللي قبل هو اللي جنب وسام، جنب وسام ابو علي. فده الدور اللي كان طبعا مكلفه بيه مارسيل كولر، ونجح في الاخر يترجم مجهوده الكبير جدا ويسجل. في الكره الثانيه طبعا عمرو السوليه بيقدم دوره كلاعب رقم 8، وهنا يبين قد ايه ده لاعب مميز ولاعب بيقدر يعمل كذا دور في الملعب. يعني اللقطه دي بص يا كابتن، نقف هنا نقف هنا عند عمرو السوليه وبيستلم. نرجع ثاني للباص من الاول، باص مروان عطيه بيستلم يا كابتن. هنا عمرو السوليه بينزل وده بيوسع لنفسه، بيوسع نفسه. بص كابتن، بص عمرو السوليه بيستلم طبعا، ايه اللي هيحصل؟ دي جمله متفق عليها، دفاع الطلاع كله بيطلع، دفاع الطلاع كله بيطلع. عمرو السوليه من بص من نص لمسه بيعمل الباص ثرو باص رائع لطاهر، جدا لطاهر محمد طاهر. طبعا كمان سرعه القرار وسرعه الباص والسنس، عشان طبعا طاهر ما يبقاش اوف سايد، وهنا يبين قد ايه انت قدام لاعب كبير جدا جدا جدا. وطاهر لولا ان هو استعجل كان ممكن يسجل هدف من اهدافه المميزه جدا. عمرو السوليه بيعمل ثرو باص من احلى الباصات اللي انا بشوفها يعني من فتره. بص باص يعني ممتع كبير جدا عكس المتوقع، فيعني كان اضاع واحده من اجمل اهداف طاهر النهارده. طاهر قدم مباراه كبيره، سجل واحرز وضيع، سجل وأداء ضيع، كل وضيع عمل كل حاجة باداء رائع واداء كبير جدا. بالمناسبه البرتغال تتاهل لدور ال 8 عشان برضه نطمن بس. ورونالدو زي ما احنا قلنا في سجل احرز في الفقره الاولى، دخل سدد، وهو رونالدو قد المسؤوليه. اعتقد ان هو حتى بيدي ثقه كبيره لزمايله لما يخش بعد ما يضيع. قلت لك زي ده كيف يفكر الشخصيه؟ الشخصيه هنا محمد صلاح مره الناس قعدت تتريق لما قال لك المينتاليتي والمش، لا هو ده الحقيقه، انه شخصيه لعيب الكوره اذا كانت مختلفه زي هو ليه بقى رونالدو يتصدر المشهد. وبعدين بقى كابتن احنا على موعد مع الماضي والحاضر، يعني مبابي وكريستيانو في مواجهه هتبقى صعبه جدا رغم سوء حاله الفريقين. بالمناسبه فرنسا عانت النهارده، هذه المنتخبين فرنسا عانت النهارده وصعدت بهدف ذاتي بطوله الاهداف الذاتيه. بالمناسبه 9 اهداف يا كابتن لاول مره في بطوله اليورو ان يتم احراز 9 اهداف عكسيه، ولكن طبعا احنا مباريات كبيره، هولندا سوري البرتغال وفرنسا اسبانيا والمانيا، فاحنا الادوار اللي جايه كلها كله ضرب نار. كله ضرب نار، ودائما الحقيقه انا واحد من الناس السعداء جدا بصعود رونالدو للدور اللي بعد كده وصعود البرتغال. اكيد ما نشوف الفتره اللي جايه في كاس الامم الاوروبيه هيحصل فيها ايه. طيب الشناوي برضو يعني احنا اتكلمنا عن هذا الثلاثي الرائع سواء كريم او طاهر او عمرو السوليه، وانا شايف النهارده ان ال11 يستحقوا مان اوف ذا ماتش. ولكن الشناوي عجبني جدا الكلام اللي قاله عنه زيزو امبارح في لقائه مع ابراهيم فايق، لما قال ان الشناوي صديقه وان انتوا ان هما بيتكلموا. ودايما انا بحب انقل مثل هذه الصوره من خلال قناه الاهلي، لان هذه النماذج اللي يجب ان يحتذى بها. بالظبط، يعني يمكن محمد الشناوي احد اساطير الكره المصريه، حارس مصر في كاس العالم 2018، الحارس العربي والافريقي الوحيد اللي فاز بجائزه رجل المباراه في كاس العالم. الشناوي عامل ارقام وتاريخ كبير جدا مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي، النهارده بيؤكد ثقته في نفسه وبيدي كمان ثقه لزملائه بعد عودته من الاصابه بتصدي رائع ومعتاد. بالمناسبه من محمد الشناوي كان تصدر ركله جزاء قبل كده من لوكا مودريتش في مباراه ريال مدريد، عنده تصديات ركلات جزاء شهيره، فالشناوي مش غريبه عليه. وبنقول له علشان هو كان زعلان وقت ما رجع من الاصابه ان ما حدش قال له الحمد لله على السلامه، فاحنا بنقول هو اللي بيقول لنا الحمد لله على السلامه. يعني احنا بنقول لك النهارده الحمد لله على السلامه، وفي كل وقت طبعا تبقى معانا، ومعانا حارس كمان مستقبل مصر طبعا مصطفى شوبير، منافسه كبيره، والنادي الاهلي ومنتخب مصر هما المستفيدين الاكبر من المنافسه ما بينهم. يعني كان في لقطه كابتن احنا انا كنت جايبها لمركزيه النادي الاهلي النهارده، واحده من ورينا برجو لو سمحت اديت الافضليه للنادي الاهلي على ارض الملعب. بص يا كابتن
كابتن دي الكوره دي مع حسين الشحات، ده مش مكان حسين الشحات بالمناسبه. بص يا كابتن، بص التحرك بقى العبقري من طاهر محمد طاهر ده كابتن، بص وحسين الشحات هيحطها له. بص اللامركزيه يا كابتن، ده مش مكان طاهر ولا ده مكان حسين ولا ده مكان وسام، يعني بص بص التحرك كل واحد في حته، حسين عكس مكانه، وسام نزل، وطاهر اللي داخل في اهم حاجه في اهم حاجه انت بتقولها، خليك واقف ثانيه واحده يا برجاوي لو سمحت. اهم حاجه بتتقال في اللقطه اللي قدامنا دي ان كل مركز من المراكز فيه لعيب بالظبط، مش مهم اسم اللعيب بالظبط. ودي دايما يا كابتن بتدي افضليه للفرق، يعني يمكن ابرز الفرق اللي بتعتمد على اللامركزيه في الحركه ريال مدريد، ما تعرفش مين اللي هيدخل، يعني ممكن كارفاخال تلاقيه بيكمل داخل منطقه الجزاء، وتلاقي مثلا في وقت من الاوقات بيلينجهام او فالفيردي او كروس، لامركزيه رهيبه. فالنادي الاهلي النهارده طوال احداث اللقاء كان بيعتمد على مركز، انا جبت الحاله دي علشان نبرز بس شكل النادي، هو برضو تحرك المتالق طاهر هو اللي فتح الموضوع على طول، يعني اختار ان هو يسند للي جاي بوش لا، وشوف وسام شاف طاهر داخل لجوه طلع لبره ازاي، ووسام هو اللي على الحرف وطاهر هو اللي جوه، وحسين الشحات راح عكس مكانه، يعني حسين اصلا في الليفت راح في الرايت. وبص ده شكل انتشار لعيبه النادي الاهلي، وانتهت طبعا الكوره زي اللي عملها عمرو السوليه في الحالات اللي كان احمد مصطفى استعرضها. ودي من الحاجات اللي ادت افضليه كبيره للنادي الاهلي على ارض الملعب، كنت تحس ان لعيبه طلائع الجيش محتارين وهم بيتحركوا، مين فين النادي الاهلي بالظبط. يعني في وقت من الاوقات كمان النادي الاهلي النهارده لعب بثلاثه ورا كابتن، يعني خالد عبد الفتاح ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم وقفوا كثلاثه علشان يدي افضليه لكريم فؤاد ولطاهر محمد طاهر يشتغلوا كجناحين طايرين في الرايت وفي الليفت. النهارده النادي الاهلي عمل مباراه يعني واحده من افضل مبارياته على مستوى كمان تناقل القرارات، على مستوى نسبه الاستحواذ، فنقدر نقول النهارده مكسب كبير للنادي الاهلي على مستوى النتيجه وعلى مستوى الاداء. الهدف رقم 3000 لعمرو السوليه ما قلناهاش برده في ظل هذا التالق الكبير لعمرو السوليه، وشرحك لانه عمرو النهارده واحد من اللاعبين اللي ادوا دورهم بشكل كبير رائع. انت النهارده طبعا يعني انت النهارده جاي للسوليه جاي للسوليه لا السوليه طبعا استحق. بقول له احنا النهارده دائما السوليه كابتن، عارف ليه؟ في بعض الاوقات بعض اللاعبين، يعني انا مثلا بشوف ان محمد هاني من هؤلاء اللاعبين، طاهر محمد طاهر من هؤلاء اللاعبين، عمرو السوليه من هؤلاء اللاعبين، عشان بيلعبوا عشان كده ما بيردوش ما بيتكلموا بيتكلموا، فعشان كده الواحد بيبقى حابب ان هو يدي لهم حقهم تلت ومتلت. يعني لا وكمان يا كابتن السوليه كل اللعيبه، السوليه مش من نوعيه اللعيبه اللي عندهم تواصل مثلا مع الجمهور على السوشيال ميديا او بيرد في قنوات، لا السوليه طول عمره من وقت انضمامه للنادي الاهلي، يمكن حضرتك تعرفه قبل كمان ما ينضم، لاعب دايما بيركز على شغله وادائه داخل الملعب، فهو يستحق طبعا بكل تاكيد، ودايما الهدف رقم 3000 برضه يستحقه والكوره دايما بتكافئ اللي بيتعب. هو عمرو السوليه دايما انا بقول ان اللعيبه، وانت كابتن اتكلمت في بدايه الحلقه وقلت على كريستيانو ان شخصيه اللاعب دايما هي اللي بتحسم حاجات كتيره جدا. النهارده عمرو السوليه شخصيه النادي الاهلي دايما بقول ان هي لايقه عليه من وقت عمرو السوليه في النادي الاهلي، ودايما بقول ان في لعيبه كده هي شخصيتها لايقه على النادي الاهلي. فعمرو السوليه عنده الصفات دي، هو لاعب موجود في النادي الاهلي من فتره كبيره جدا، عنده صفات القائد، وصفات القائد دي بتبقى موجوده في اللاعب، يعني هي مش بتبقى شخصيات مظبوط. فهو دايما حتى بيرجع بيعود من الاصابه تلاقي الناس كده برده ساعات بتتكلم وبتهاجم، لكن عمرو السوليه بيرد دايما في الملعب. مباراه الداخليه نزل لعب خمس دقائق، حسم مباراه الداخليه بتصويبه طبعا ولا اروع، ثلاثه نقاط بالظبط. النهارده نفس الكلام، عمرو السوليه بيقدم مباراه كبيره، ودايما عمرو السوليه ما بتحتاجه بيقدم افضل ده. لكن انا عايز اتكلم عن الهدف الثالث والرابع بتاع بجون عبد المنعم، هدف عبد المنعم الثالث، لان في ربط كبير جدا ما بين عبد المنعم ووسام ابو علي، لان عبد المنعم مدافع بستايل مهاجم او بفينش مهاجم. لو شفنا الجون الثالث، مين اللي قال لي ان هو كان بيلعب مهاجم؟ هو كان مهاجم في النشاط، كان بيبو، خالد بيبو قال لي تيالي مظبوط. نرجع بس، انا عايز الفينش بتاع عبد المنعم، فينش عبد المنعم النهارده مدافع بمواصفات او بفينش مهاجم. انا كلمته قلت له منعم انت كان قصدك؟ لا طبعا كان هي قطعات منعم دايما كابتن على القريبه كان بيعملها مع معلول، حتى هو بيهزر بعد المباراه يعني على الحساب الرسمي بتاعه على الانستجرام، كان بيهزر مع حسين الشحات وعلي، وبيقول له بيقول لعلي اخيرا رفع لي واحده من بتوعك يعني، فهو اوفر مميز من الشحات، وفينش طبعا كبير جدا، فينش مهاجم، لان فينش مهاجم انا هربطه بالصدفه بتحصل. بص نقف هنا مثلا، بص نقف عند عبد المنعم بيقفل وش رجله عشان الكره طبعا يعني ما تعلاش طبعا، هنا تبان اكتر، هنا تبان اكتر، نقف هنا بقى عند الفينش، فينش المدافع هنا، ونجيب بقى الفينش المهاجم اللي نفسه بالظبط، هو الجون الرابع بتاع وسام ابو علي. لو في نفس الصوت يعني الصوت في نفس المباراه نجيب الهدف الرابع لوسام ابو علي. بص هنا بقى وش رجله طبعا بيقفله، الجول كله في القطعه، القطعه طبعا دي بيعملها كالعاده، لكن الفينش باين قيمه عبد المنعم كلاعب كوره، مش مدافع طبيعي، مدافع عادي جدا يعني. بص حتى مدافع طلائع الجيش يا كابتن اللي كان مع محمد عبد المنعم في بدايه اللعبه اصلا
وصل بعد ما محمد عبد المنعم سجل بيارده او ياردتين. يعني محمد عبد المنعم رايح يحتفل ولسه مدافع طلائع الجيش رايح في المكان اللي قطع فيه محمد عبد المنعم، فده تفوق كبير طبعا. نجيب الهدف الرابع لاسامه ابو علي والثرو باص طبعا اللي عمله طاهر، فهنشوف ازاي فينش اسامه ابو علي هو نفس فينش محمد عبد المنعم. هنا قفشه طبعا طاهر بيعمل ثرو من احلى الباصات الجميله. بص فينش اسامه ابو علي هو نفس فينش. طب حط وش رجله لا هو وسام كمان من نوعيه اللعيبه يا كابتن اللي هو بيجيد. بص قطع في ظهر يعني قطع في ظهر الدفاع وعرف يتحرك وخد الكره، هو محضر في القرار يعني هو محضر في ذهنه الكره بيحتفل هو الكره وهي جايه له في الهواء هو عارف هيعمل ايه، زي مباراه مازيمبي بالظبط لما طار للكوره. فوسام واحد من افضل اللاعبين النهارده على مستوى الاداء، وعودته من الاصابه مكسب كبير للنادي الاهلي في الوقت المهم من الموسم. ووسام يعني كل مدى ما بيدخل في وسط اجواء النادي الاهلي بيقول ان هو عنده كتير، محتاج بس شويه ان هو يتخلق له بعض الفرص وهيصل بالمعدل التهديف اللي رقم جيد جدا على مستوى المهاجمين اللي لعبوا في النادي الاهلي ان شاء الله. يعني اذا فاصل ونكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايز اسالكم برضو النهارده، لانه خلال الفتره الاخيره بنجد ان مستوى التحكيم المصري، مش الفتره الاخيره، من بعد العوده من كاس الامم الافريقيه والكل توسم خيرا في المستوى التحكيم المصري، ولكن اخطاء دائمه مع النادي الاهلي ومع كل الانديه ولصالح انديه اخرى. هذه الاخطاء اعقبها بعض الامور. في النهايه دلوقتي النهارده بيتم حاجه اسمها معرفش ده اللي اتقال هيكله في لجنه الحكام واقاله عدد من المسؤولين ورجوع عدد من المسؤولين. ايه رايك؟ والله كابتن بص انا كنت بشوف ان بدايه الاصلاح الحقيقي لمنظومه التحكيم هو وقت تولي جلاتنبرج لمنظومه التحكيم في مصر. انا كنت شايف ان في تقدم او تطور ملحوظ حتى في مستوى ما انا كنت لسه جاي بقى الكابتن عصام. يعني طبعا هو كان معلن بالمناسبه كابتن عصام كان ما سابش مكان غير لما طلع واعلن فيه ان هو على خلاف مع جلاتنبرج. لا لا لا, لا يا ريته مع خلاف يرفض ان هو يشتغل معاه وكل الكلام دوت والعميد والشويش بالظبط والايه وان هو مش محاضر دولي وان هو ما خدش محاضره. قد يكون بس هو ينفع ما اعرفش بالظبط. يعني هو جلاتنبرج اصلا يعني هو الراجل زي ما بقولها كابتن واضح التطور الكبير جدا حتى في شرح حالات وكان عامل حاله حلوه. يعني كانت الناس بدات تلتف تاني حول موضوع التحكيم وتساعد الحكام والكلام ده كله، ولكن بعد طبعا يعني رحيل جلاتنبرج ولجنه الحكام دلوقتي. وبعدين يا كابتن انت ما تعرفش تحاسب مين. يعني تيجي تكلم لجنه الحكام فيقول لك لا في حاجه اسمها لجنه التعيينات، ولجنه التعيينات تقول لك مش والفار ممكن تروح مثلا كذا يعني ثلاث اربع مباريات ورا بعض تلاقي نفس حكم الفار، وحكم الفار اللي بيحسب هنا او بيستدعي الحكم هنا ما بيستدعيهوش في نفس الحاله في مباراه اخرى. فانت تايه الراجل ده وسط الحادي غريبه بتاعت الاتحاد برضو. وهو اللي لغى الجول بتاع للنادي الاهلي نفس الحكم الفار اللي لغى الجول للنادي الاهلي لايمن اشرف بنفس بداعي نفس الخطا. يعني فعشان كده كابتن انا بقول لك انت عايز تنجح او تنجح اي منظومه او اي لجنه او اي اداره مسابقه لازم يبقى في توحيد للمعايير. اللعبه اللي تتحسب هنا هي اللي تتحسب هنا ما تشوفش الالوان. بقول لهم يعني انا قلت في بدايه كلامي ان كابتن محسن صالح مره قال لي انه كره القدم هي كره لعبه ظالمه ولكن ظالمه عادله. يعني ايه؟ يعني المساواه في الظلم عادل. بالظبط. يعني عندما يتم المساواه ما بيني وما بين حضرتك وما بين احمد مثلا في القعده حتى لو احنا الثلاثه تعبانين لكن خلاص احنا الثلاثه متساويين في تساوي. بالظبط عشان كده بقول لحضرتك احنا محتاجين نوحد المعايير. يعني احنا بنشوف اخطاء يا كابتن اخطاء غريبه ممكن بعض الاوقات بنقول ان ما فيش تعمد، ولكن يا كابتن مع توافر الامكانيات انا بوفر لك الفار. انا بشوف ان ما فيش حكم عنده حجه بعد اللعب بالفار. يعني صحيح. انا يعني الناس اللي بس بعد اللي انا شفته في ماتش الاتحاد امبارح وماتش بيراميدز اول امبارح غريبه جدا يعني طبعاً. لا في حاجه واخطاء متكرره وفي صالح فريق واحد. يعني الموضوع يستدعي وقفه ويستدعي ان انت تبدا حتى لو انت ما كانش في ذهنك ان انت تشك ان في حاجه متعمده، لا تبدا تفكر ان ليه لا يكون في اتجاه معين او حاجه بتصب في مصلحه حد معين، لان الخطا متكرر ومع طرف واحد. احنا ما بنتمناش ان حد ياخد حق اكتر من حقه حتى لو النادي الاهلي بالمناسبه. يعني احنا دايما مسؤول النادي الاهلي. امبارح ان انا قلت لو كابتن عصام عبد الفتاح بعد الكلام اللي قاله ده عنده دليل يبعته لي على الهوا. قلت كده على الهواء وهعرضه على شاشه قناه النادي الاهلي. بالظبط. لانه الكلام اللي اتقال امبارح انا بشوف ان هو كلام لا يصح. هو اول امبارح هو طلع امبارح برضه واعتذر لجمهور الاهلي، وهو ده اللي يهمني دلوقتي ان هو اعتذر لجمهور النادي الاهلي من خلال زميلنا امير هشام في قناه النهار. ولكن اقصد اقول لك انه احنا عندنا من الشفافيه
والمصداقيه. حتى ناس اهلاويه قالوا لي يا عم انت بتقول، قلت لهم يا جماعه النادي الاهلي معلمنا كده ان احنا حتى لو في لو لان انا متاكد ان هو لن يحدث صح. مثل هذا الامر، انا من كتر ما انا متاكد ان مفيش دليل على الكلام اللي قاله فبقول له هذا الامر. كابتن يعني انا شفت احدى الحلقات لنجوم يعني اساطير لنادي الزمالك وبيتكلموا عن استفاده ان انا يعني المقدم ساله قال له قول لنا على مدار التاريخ النادي الاهلي مثلا 3 او 4 او 5 حالات الاثنين الاساطير افتكروا حلقه او حالتين منهم جون كابتن حسن شحاته اللي هم يعني الناس بتتكلم عنه بقى لها اكتر من 50 سنه. فترديد مثل هذه الاقاويل في وقت صعب زي ده كمان يعني يعني كلام كابتن عصام يعني بعيدا عن ان هو خارج بدون دليل زي ما حضرتك قلت بدليل ان قناه النادي الاهلي عرضت عليه ان هو لو عنده حاجه نعرضها له وما عملش ده. لا ما عملش بدون ان هو يعني بعيدا عن ان هو حتى ما بعتليش يعني بس انا عرفت ان هو سمع طبعا وعرف هو كان عنده طبعا. خلاف واضح، خلاف واضح وهو ومعلن يعني واضح ومعلن مع جلاتنبرج من وقت وصول جلاتنبرج. هو كان شايف ان هو ما يستحقش وجلاتنبرج مين جلاتنبرج ومالوش اسمه وكان دايما بيتكلم عن الراجل صح. يعني فهو صح. واضح ان الموضوع مكمل معاه يعني وجلاتنبرج رحل. ما هو برافو. لا غير كده انا ما عنديش مشكله ان انت تتكلم على كلاتنبرج ده، دي وجهات نظر بالظبط. انت قول انت. وبعدين كابتن عصام قيمه كبيره جدا ما يعني ما لما لما يقول نسمع نقعد نسمعه، ولكن ايه اللي دخل جمهور ماتش الاهلي واصله كان عايز يعدل حاجه عشان ماتش الاهلي يعني يا كابتن الكلام اللي كلام مش منطقي اصلا، وكلام مش منطقي اساسا لانه ما كانش موجود الراجل. ولكن ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا كابتن عصام؟ ما ينفعش ما يصحش يعني. هو دايما بص دايما الزج باسم النادي الاهلي، برضو من فتره خرج علينا حد وقال لك مدرب المنتخب قال للاعيبه النادي الاهلي. الناس اللي بتقول الكلام ده لازم تبقى عندها مسؤوليه، مسؤوليه الكلمه، لان انت في وقت حساس. احنا دلوقتي صحيح. شايفين اللغط الكبير اللي داير في الكره المصريه يعني وتداول الاخبار والحاجات دي كلها بتنتشر انتشار كبير جدا، فلازم اللي يطلع ويتكلم ويكلم ويخاطب الجمهور لازم تبقى عنده مسؤوليه طيب. الكلمه صحيح. اعرف رايك برضو يا احمد سريعا الفكره بس يا كابتن يعني حتى بمناسبه يعني حاله الاتحاد ومباراه الداخليه التحدي يعني دي حاله بالنسبه لي مهمه جدا تبين هو دلوقتي مين المسؤول يعني هل رئيس لجنه الحكام رئيس لجنه بالظبط يعني ده بسؤال يعني انت دلوقتي هل تحاسب اللي على الفار ولا تحاسب الحكم اللي موجود في الساحه؟ ما ده سؤال مهم جدا. هو مين اللي هيحاسبه؟ رئيس لجنه الحكام. طب ما ده ما بيحصلش، ما ده ما بيحصلش. هو بيقول ان هو بيحصل. ازاي يا كابتن؟ ما لو بيحصل ما كانش هيتكرر. ما كانش هيتكرر. صحيح. يعني الموضوع باين جدا ان هو بيتكرر كتير جدا لان ما فيش معايير زي ما بدال قال، ما فيش معايير خالص موجوده انت بتحاسب بناء عليها، وبشوف ان الاخطاء بتتكرر مع كل الانديه، وناس كتيره الغريبه بقى ان الاخطاء هي بتتكرر مع كل الانديه، لكن بيتحط اسم النادي الاهلي هو اللي في الصوره، كان النادي الاهلي هو الوحيد المستفيد من الاخطاء، لكن الكلام ده مش حقيقي. يعني الفكره كلها سيدي احنا لو قعدنا لو جبنا الاخطاء احنا عندنا لو جبناها ممكن اعمل لكم حلقتين ثلاثه لكل الاخطاء اللي اتعملت ضد النادي الاهلي واتعملت لانديه اخرى ونقارن. بالظبط. الفكره يا كابتن كلها ان النادي الاهلي بيبقى دايما عنده الشخصيه ان هو حتى احيانا حتى لما بتظلم بيقدر يكسب. لكن انا مش مسؤول ان انت حتى لما بتظلم ما بتعرفش تكسب. يعني احنا دايما النادي الاهلي لعيبه الاهلي ودائما ما بيركزوش غير في الملعب. سواء في ظلم تحكيمي او في اخطاء تحكيميه في كل الحالات كلها هو مركز في المباراه ومركز في الفوز فقط لا غير. فالفوز بالنسبه له بيحاول هو بالنسبه له يوصل له باي طريقه، لكن الناس كلها بتمسك النادي الاهلي كانه هو لان الاهلي بيكسب. الاهلي بيكسب بناء عن ايه؟ بناء عن اداء وتعب في الملعب، وعشان هو عنده عنده شغف اكتر وعنده طبعا روح اكتر وعنده اصرار اكبر على الفوز وعلى الوصول سواء لاي بطوله هو بيدخلها سواء بطوله الدوري او الكاس او اي بطوله مصريه. يعني نتمنى دائما الفوز للنادي الاهلي، ونتمنى كل التوفيق للجنه الحكام خلال المرحله القادمه. زي وكل شويه هقول هذه الكلمه لانها كلمة مهمة جدا في فترة صعبة جدا جدا. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. انا بشكرك جدا يا بلال على وجودك معانا. انا اللي بشكر حضرتك يا كابتن، وكنا سعداء ان احنا مع حضرتك النهارده. انا خليك شكرا. بشكرك يا ابو حميد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. بشكرك يا كابتن، كنت مبسوط جدا كنت معاك ومع بلال. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.